السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الواقع، تحية طيبة. أصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد، ذاك النبي الكريم الذي كان الكون قبله في عطش ولم يكن له كبير شأن يسطره. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق انبرت الأقلام تسطر وتكتب من جديد، تقول هذا هو الحق وذاك هو الهدى. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابا. ذاك هو رسول الله، لن ند نده ولا الورد مثله، ولو أن حاسده أثنى عليه لقال عدوه صدق، كان مسكا وعطرا ورحمة، فيا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. تحية طيبة مباركة أزفها إليكم هنا من الرياض، وأحييكم تحية أنفاس الرياض وشابها، نسيم هدوء والنواظر هجع، فجاءت كأن المسك خالط نفحها، لها في أنوف الناشقين تضوع. أهلا ومرحبا وحبا، أهلا بكم في قناة الملايين، قناة الواقع بجمهورها وجمالها وإدارتها، تحية أزفها إليكم وسعداء بكم. أهلا، كلكم طيب وكلكم أدب. دعوني كما عودتكم أنقلكم في شيء من قصص الماضي لنستفيد منها اليوم، كما قال علي رضي الله عنه: إذا وقع لك أمر فقس على ما مضى، فإن الأمور اشتباه، يعني تتشابه الأحداث وتتشابه المقدمات والنتائج، يختلف أسماء الأشخاص، تختلف التواريخ، وربما يختلف المكان كذلك. يقولون أن امرأة عجوزا لقيها الأصمعي تبكي، فسألها عن بكائها: ما يبكيك؟ فقالت كنت مرة أمشي فوجدت جروا وهو ابن الذئب، فأخذته لأنه كان صغيرا وكانت عندي شاة صغيرة، فكان يشرب من حليبها وكان يستسقي من ضرعها. ما يبكيك؟ قالت فلما كبر كنت خارج البيت فرجعت فوجدته قد قتلها وبطحها وبقر بطنها. قال هل قلت في ذلك أبياتا؟ قالت قلت: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. أرادت أن تقول، وقد استحسن الأصمعي قولها، أنه إذا لم يكن لك كبير شأن في الأصول والمآثر والأخلاق وحسن التربية، فإن هذا المرأة لا تؤمن غائلته. إني أقول لك، من أعظم ما تقدمه للإنسان أن تشعره بالأمان، أن يأمنك الناس على أسرارهم وأقوالهم واستشاراتهم ومشاعرهم. يقول الحكيم الترمذي: من برك فقد أوثقك، ومن جافاك فقد أطلقك. يعني من أحسن إليك فقد كبلك، لأنك كبير مكبل بإحسانه، ومن جافاك فقد لأطلقك. فإذا أردت أن تكبل إنسان وتكون أجمل سجان فأحسن إلى الإنسان. كل الذين تحسن إليهم لا تخشى عداوتهم، لأنهم غالبا تمنعهم الأصول ويمنعهم معروفك، لكن من أسأت إليه وجعلته عدوا فاحذر ما يأتيك. لذلك احذر صناعة الأعداء وكن ذكيا في صناعة الأصدقاء والأحباب. مرحبا وحبا، سعيد بكم في هذا المكان. التصفيات بقي عليها القليل، وهذا حبيبي زياد العبيد، ما شاء الله
ما شاء الله، هو عبد الملك بن عبد العزيز الحمدان هاتان أسرتان عظيمتان جميلتان. مرسل بس بعدين أتفاهم معه. سعيد بكم، وسيكون معي كذلك بعد قليل زميلي عبد الرحمن القحطاني، ونسعد بكم ونسولف ونشوف زواج عبد الوهاب الرصي. هلا هلا بالشيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، نورت. سعيد، طولت علينا. الذواقة، لأنه الذواقة. ليش ما جيت يا شيخ؟ داومت أنت؟ يا مرحبا. شلونك؟ طيب والحمد لله على السلامة. كيف الصحة؟ بشرنا عنك، كيف أمورك؟ إيش الحلاوة؟ طيب جاي شيك. إيش العطر هذا المجان اللي الله ماخذه؟ تستاهل والله كل خير. والله هذا أصلاً شوبتك بحد ذاتها. وش الجلسة الحلوة؟ كل مرة تتفنن أنت. أنت شكلك أنت رأي الديكور هذا. الله يسلمك، هذا نعم. يعني خدمتك صح؟ أنا شكلك ما سويتها بس جلسة. ما أدري توني أشوفها تصدق. الله يسعدك. الله يرضى عنك يا رب. هلا هلا بالغالي. بسم الله. هلا بالزين وراعي الطيب. حلا أبو راشد. هذا من الإنسان لازم إنه يسوي ميوت الجوال. يعني لازم ترد عليه؟ لا. وين تعال داوم معي هناك، مخرجنا الكبير راح يداوم، وأحمد عبد الرحيم. الله أكبر. كيف الدنيا والحياة؟ والله الحياة طيبة. كيف الأهل والأحباب؟ اللهم لك الحمد. شيخ راشد، اللهم لك الحمد. من اللي طبخ اليوم شيخ؟ أنا توني جاي فلا أعلم. إيه، لأنه واضح رائحة الكشري. أعتقد هذا جو النشامة، طبخ وما شاء الله. نعم. شو على كيف ما دام طبخ ما شاء. من اللي طبخ اليوم؟ الشرقاوي. نعم ما شاء الله ما شاء الله. على إذا صار فيها طبخ دائما حبيبي أحمد عبد الرحيم اللي معي. من اللي معي في السماعة عشان أداوم معاه؟ أحبك والله. ما في حولك اللي قلت لك والمهر 100,000 جاهز لبعض الشباب. والله ما في يا أخي، ما شاء الله رجل مهذب وجميل، وقلت له أنا مستعد 100,000 يعني هدية له مقابل أنه الطبخ هذا. والله أنك كريم يا أخي. الله يسعدك. الله يبيد. لا والله ما كتيم. الله يسعدك. ذكرتني بواحد. قال مرة، قال جوني ضيوف، هذا العبدلي لعله يأتي اسمه الأول، ممثل معنا في المجد. قال جوني ضيوف، قال واتصلت على البقالة اللي جنب البيت ما رد. قال فاضطريت أني أروح بنفسي وكذا واشتري الأغراض الظهر، أو أرسل ولد جاب من جهة ثانية. قال بعد أيام وراح ضيوف، قال رحت للبقالة، قال قلت له تراني زعلان عليك، أتصل عليك في الوقت الحاسم ما ترد. قال والله الظهر كان علينا ضغط أو كذا، والمعذرة منك. قال خليته هو كذا، وقلت لهذا أسأل الله أن يرزقك ب500,000 أو كذا، يعني الثاني اللي ما له علاقة. قال هذا قال لي وأنا؟ قال قلت أسأل الله أن يرزق ب100,000 أو كذا. قال لي والله عندي ظروف، يعني ادعي لي ب500. شوف يعني هذا من جميل الدعاء. الله الله يسعدك. اللهم آمين. ترى أنت إذا دعوت لأخوك يعني في ملك يقول ولك بالمثل. والله ليت خلاها 500 مليون. زيد كثر. إيه كثر فالله أكثر. أنت بخسران شيء يعني. هذا عبد الوهاب الرصي راح أوريك إياه، فات حربي يتصل الحين. هذا حبيبنا وزميلنا عبد الوهاب الرصي، أصبح عريسا، مخرجنا الكبير طلع لي صورته، لأنه همني وجود الرصي في حياتي. وين الرصي يا تطلع يا مخرجنا الكبير عبد الرحيم، طلعها والمية ممكن تجيك. عبد الوهاب بن عبد الله هذه أمس بن حماد الرصي. أي نعم طالعة عشان يشوفها يداوم. الله هذا العريس. الحين أعطيك صورة من الله. والله مخرج كبير، يعني الفريق اللي يعمل في قناة الواقع فريق رائع. إشعار إشعار. نعم إشعار، ما في مشكلة. جاك إشعار يعني. إيه ما يعني داوم فهد الحربي. هذا من خيرة الرجال، أهم شيء إنه فهد اللي داوم. ما في مشكلة فهد. أسلم. طيب وأوريك صورة للزواج. لا لازم يهمني أنا عبد الوهاب. إيه ما شاء الله تبارك الله. وين نلقى لك صور الزواج؟ كيف أنت ما علمتنا كيف كان الزواج؟ إيه الحين هذا هو، خلينا نطلع له صور تظهر معنا تباعا. الله أنت برضو الإشعار جاء مرة ثانية. والله جد. إيه هذا فهد الحربي من خيرة الرجال، أحبه، الوحيد اللي ممكن يتصل أي وقت. هذا عبد الوهاب وأنا مع العريس. شوف جلسة طلع لك، وش رأي؟ الله أحلى عريس، أحلى. هذا المجداوي قدم بيت المجد، وقدم 1001، وأنت تصير قدم 2002، وقدم إيش كمان يا عبد الوهاب؟ طيب واحدة صورة حلوة، هذه جمعت أبطال المجد وأنت بطل. تعرف نجوم المجد؟ نعم. سمي لي 10 منهم شيخ. هادي صالح. الله يبطل قسما بالله. طيب ويحبك هو عبد الوهاب. والله طيب. جالس يرسل يقول 1250. حلو. مخرجنا الكبير اعطيني الصوره هذه. يا اخي المخرج هذا مداوم ورايع. طبعا ناصر ما شاء الله تبارك الله. جاهزه؟
اوه احبك يعرض هذه بس المقدمات. مخرجنا معي فنان وفي قناتي المجدي تجديد وحياة. الله الان الله خلي هذه اجيبها. مخرجنا الكبير احب اوه ما شاء الله نجوم الله يا اخي. قناه الواقع مهذبه في قناه المجد تجديد حياه وفي قناه الواقع تجديد حب. الله سعيد بك وانا سعيد. انت ليش رايع بالله؟ كيف الزواج ساجيبك لكن بعد ايش؟ تعال سم تعال روح نداوم انا وانت يا اخي. انت طبعا ميزه ناصر اذا جاء يعني لازم تاخذ لفه على نعم المكان كامل. نعم يقولوا انه في عالم الحياه وعالم الجمال لازم يكون عندك شخص اسمه ابو راشد. جميل. نعم فلازم تاخذ لفه وتمشي. ارفع الاذان. ايش اذن يعني؟ بعد ايه؟ طيب قل لي اذن من اول. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. يلا وبعث مقام محمود الذي وعد. يا أخي مخرج فنان صراحة. تفضل شيخ عبد الرحمن. يا هلا بالغالي. بسم الله. هلا بالزين ومنبع الطيب والأدب. حي الله ناصر. كيف أمورك؟ كيف شفت التصفيات وكيف شفت الأجواء؟ والله ما شاء الله برنامج حامي وحار من ناحية؟ يعني إذا ما عندك القوة في المحتوى فلا تدخل. صح. يعني ما شاء الله أشوف اللي داخلين تبارك الرحمن. برنامج أحس أنه بيكون متنوع. دائماً ترى بعض البرامج سبحان الله قوتها تبين من بدايتها. صح. وبعضهم من البدايات تعرف أنه ممكن نوعية الاختيارات والمتسابقين ما كانت. هذا من النوعية اللي من البداية أثبتوا قوتهم سواء المجموعة الأولى أو الثانية فحتى تحتار. صح. تعرف يقول لك إذا أردت أن تحيره فخيره. يعني مرات لما يكون عندك خيار واحد بطاطس بس تأكلها. بس بطاطس ستيك تكة مصا مرقوق معصوب. صح تحتار. ايش كمان؟ طاجن برقوق. هذا شو؟ طاجن برقوق هذا يخلي الواحد يجوع الان في هذه الدقائق واللحظات. زواج الرصي كان زواج جميل. انت شلون طلعت من الطاجن لزواج الرصي؟ لاني جعت وكان عندهم ما شاء الله عشاء جميل. والله استمتعنا. ما شاء الله اي بالله حدثنا. استمتعنا في القصيم وبريده والبصر. ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله. الزواج أنا قلت له أنه حتى كتبتها يعني قلت لهم هذا زواج يليق بأسرة الرسي ما شاء الله، لأنه يقولوا في الفرح يبين الذين يحبونك ما شاء الله. فأتوهم الناس يعني من كل مكان وتبارك الله زواج مرتب وجميل وجمع الأحبة أمثالك ما شاء الله. وانت كنت تقدم هنا، حتى زميلنا محمد الفهيد في المجد كان المفروض يجي وعنده حلقه في نفس اليوم، ما درى وانت عندك حلقه في ما درى محمد الفهيد كيف ما كان يدري متى الزواج؟ لا هو قدم حلقه بدل عبد الوهاب. بالله؟ اي نعم هو اللي قدم الحلقه بدل عبد الوهاب، واتصل عليه في الزواج يرد عليك واحنا في القاعه. أي شوف في مقطع كذا الفهيد يحاول جمهور يعني برنامج بيت المجد، بيت المجد يتصل بعبد الوهاب بحد يرد عليك في اللحظات هذه. الله يا اخي عبد الوهاب رجل عظيم وترحيب مطر والله عسل عبد الوهاب، وانت وانا يعني من هالمنبر اقول له الف الف مبروك الزواج حلو، واسال الله ان يجعل بيت الصيب والنصيب يا رب. الله يبارك وان يرزقه الذريه الصالحه يا رب، وان يجعل ابنائه اطيب من ابوهم يعني. امين امين والله انه يستاهل والله. وجالس يرسل الحين، ابشر الحين اطلع لك صوره عبد الوهاب، هذا اطلع لك صوره وانت مسوي نفسك تضحك، بس وين القى لك؟ والله بطل، والله والله بطل عبد الوهاب. وهذه دعوة زواج، جيت افتح دعوة زواج انا، انت سولف على ما قالوا صور. طيب خلينا الحين نداوم على زواجه. طبعا عبد الوهاب هم يعرفون عبد الوهاب ولا ما يعرفونه؟ يعرفونه عبد المجيد، هذا اخوه شخصية كبيرة اجمل منه هنا. عبد السلام ايه عبد الوهاب هذا شخصية من جماله ما شاء الله تبارك الله. ايه هذه هي خلاص، شوف شوف الضحكة بس لحالها يدل على انه فعلا فرح اني جيته. واضحة؟ لا قرب يا مخرج، أنا قاعد أشوف المخرج. ما عليك المخرج، هذا شخصية كبيرة عشان يستاهل والله. كنا خايف والله. إيه لأنه ما هو متعود يتزوج، هذا أول زواج. تضحك؟ خليه يداوم يا أخي عبد الوهاب، لازم ندق له ناخذ شعوره. إيه تاخذ شعوره الحين؟ إيه يلا، الموضوع عندنا مو بخطير. شوف إذا يداوم عبد الوهاب الرسي. بسم الله والله عبد الوهاب الرسي. وفي لقطة من اللقطات الجميلة اللي شفتها أمس، يلا شوف إذا رد علي قولوا أنت على الهواء. يا رب الله يزيد أفراح المسلمين، الفرح قوة واليأس مقبرة الحياة. جالسين عندي أنا، ليش ما تعطيه الكنترول؟ أرسلوا للشباب الحسن عباس إذا قدر. اي هذا برستيج الزواج شيخ، هذه قبل الزواج مخرجنا الكبير والله، ما هذا مصعب وعمر ومهند. ارسلوا الكنترول اذا كذا يدخل معنا عبد الوهاب. الله مخرج كبير صراحه، انا مخرجي الواقع لو افتح قناه اخذهم معي براتب لا يقل حسن جاك الرقم كل واحد ما شاء الله. ايه عندك الرقم؟ يلا واحده ثانيه اطلعك صوره ثانيه مخرجنا. لقيت سياره تدري ايش؟ امس لقيت سياره في بريده وش تحمل شعار؟ اعترف. سيارة جميلة راح تعجبك هذه، وأنا ماشي شوف إيش لقيت. تعال مخرجنا الكبير، مخرجنا فنان رائع، سيارة شبكة قنوات المجد ما شاء الله. أخذها الجمهور على طول، أخذها تويتر، راح يداوم. ما رد عليك؟ لا شكله مسافر. الله يوفقه، خليه مالت عليه. اتصل على اي واحد غيره، ما في واحد متزوج؟ في واحد متزوج امس من ابناء المجد كذلك. اخي والله مخرج كبير يا اخي، يا اخي الفريق العامل والساهر معنا على بسم الله نقل هذا البث. هذا عريس امس متزوج. نعم اي اذا في قول له، قول له انك على الهواء عشان يداوم. اعطاني مشغول. ما في مشكله. ليش يا ابو، ليش اخذ بوضان؟ وهذا حبيبي كان مشارك معنا في برنامج انت، خليه يرد عليك. وهذا مجدي وعبد الوهاب. رد. السلام عليكم. ارحب. الله يبقيك، مساك الله بالخير عبد الوهاب. هلا بعيوني. هلا هلا هلا. ألف 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 تريليون مليون دولار مبروك. كل دولي. كل دولي. الله يبارك فيك، يرفع قدرك. وأنت الآن يجبر خاطرك. أنت الآن على الهواء مباشرة في شاشة الواقع. والله نهنيك من هذا المنبر معي الأخ ناصر سي. والله العظيم. قسم بالله ما نسلم. جيبه جيبه تفهم معه. يعني خلاص. ايه هلا بحبيبي، السلام عليكم. ما في ديلي. هلا قرة العين، هلا بالحبيب. هلا 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 سهل. هلا يا شيخ، ما رحت ما ودعتنا ولا شيء، ما ملينا منك يا رجل. جيتك امس وهذاك ما حسبتها انت؟ لا نبي تطول زود يا شيخ، لانك بيت كرم، بيت كرم لازم يغدوك ويعشوك ويفطروك. كيف خالتي حصه؟
الله يرفع قدرك، شلونك؟ انت طيب؟ ما في الخاله حصه ابشرك وخير وتسلم عليك وتسلم فرح فرحت اني جيتك واني كنت بهجه أيوة. الزواج كل فرح والله، كل يحبك ويعزك الله يرفع قدرك. وانت حبيب الطيب، الناس يقولون من يحبه ربنا كل يحبه. خليك مع الصوت واضح يا مخرج للمشاهد، صوت عبد الوهاب حبيبي، سولف يا عبد الوهاب. اولا اسال الله ان يبارك لك ويبارك عليك وان يجمع بينك وبين امتنان بسعاده وسرور وخير، ولا عاد تعطيني اسماء زوجاتك لا لا واحده اي زين اي داوم. ترى زوجتي انت شو اسم الزوجه الكريمه؟ انا ام راشد. ما ام راشد، شوف كيف عبد الوهاب قطعتها. ام هلا هلا وسهلا، الله يبارك لك وفيك وفيها. امين الله يبارك. الصراحه حتى اختيارك للاسم جميل، انت اللي سميتها؟ لا لا ابو الله يبارك فيك. الله يرضى عنك. كيف الوالد؟ وناصر انت اللي سميت مريم ولا ابوه؟ انت يعني على اساس اسمها ايش؟ زوجتك مريم، انت اللي سميتها؟ ما ادري، لازم ارجع للاحوال المدنيه اقول لهم مين جاكم. اسال الله ان يسعدك، والله كان زواج بهيج يليق بك وبأسرتك الكبيره. والشباب سعدوا، وانا طلعت لك بعض الصور وكذلك صور شباب المجد وزملائك الذين حضروا معك، وسلامي كذلك لزميلك اللي تزوج البارحة عمر، صح؟ الا اي عمر، هي هنيها انت مباشره الان. الله يبارك فيكم ويرفع قدركم، وسعيدين جدا، وما احتاج يعني قناه الواقع من جيراننا العزيزين ومالكها ابراهيم حسين والاستاذ ناصر الغامدي، الشباب كلهم نوجههم رساله وتحيه وتقدير، وانتم ايضا كذلك النجوم من الحبايب اخونا ناصر والحبيب ابو راشد، شكرا لكم على هالمبادره وهذا من طيبكم. الله يسعدك رب العالمين، الله يحرمكم الاجر، والله يجبر خاطركم يا رب العالمين. امين، ويجعل حياتك سعاده والله. من تحبون يا رب، وعقبال العزابيه نفرح بهم جميعا يا رب العالمين. ايوه، وبعد ما ترجع باذن الله من وعيال المسلمين يا رب. بعد ما ترجع من السفر ان شاء الله انت والمصون، جهز نفسك في عندنا برنامج في المجد، ترك ممكن تطلع معي من 10 ل 12، جاهز؟ تحب نطلع على العامة ولا على ماسة؟ الله ما تفرق معه، مداوم هو في كل القنوات تبارك الله. كيف برنامج 1001؟ أنت والنجاشي؟ أدام الله عليك السرور. آمين، الله يسعد هالقلب. وخلي عبد الله الغافل اللي يرد، المفروض يداوم اليوم هنا، قول له بكرة تداوم هنا. ابشر بإذن الله، نايمة بعد روحي، ما جاء من القصيم الا متاخر والله. ايه عشان كذا شكلك ثقلت عليهم الرز والذبايح، والله ان سعدنا بك وبحفاوة اهلك وبأهل البصر واهل بريده واهل القصيم، وامس لقيت سيارة المجد هناك كله مداوم عندك. الله يرفع قدرك بعد روحي. شكلك تبيع والله. شكلك تبيع بالجملة. ايه انا ابيع رسيفرات يا شيخ. الله يرضى عنك، الله يسعدك، الله يفتح عليك. الله يسعدك. ارسلت لك مقطع امس، حطه سناب. ها ابشر باذن الله. وش الصوره اللي من صورك في الالبوم؟ حاب اطلع حالك الان. سم ما في مشكله شيخ، كلموا عبد الرحمن وانا اطلع صورك. بالمبارك والله يا حبيب القلب عبد الوهاب، صلى الله يبني بيتك. والله اني بقول لك شيء، وشي مع زوجتي والله انها تعبانه شوي، واسال الله ان يشفيها ويعافيها رب العالمين. فهذا اللي عذرنا منك، وسبق اني قلت لك والله. اي صح والله، نسيت يا حبيب القلب. ولا والله ما لنا عذر عنك عبد الوهاب، ان نحبك ونغليك، ولو تعلم منزلتك في قلبي لاندهشت. هذا حبيبنا هاني ومصعب. منزلتك في قلبي يا ابو عز يا قلبي. الله يوفقك ويبني بيتك. منزلتي بقلبك والله يخليك لي ابراهيم. الله يعزك ويسعدك ويبني بيتك على العز والطاعه يا رب العالمين، ويجعل بيت الصيب والنصيب يا رب العالمين. امين امين يا بعد عيون. استودعناك الله يا حبيب القلب، الله يرعاك. يا مرحبا، عمركم يسعد اجركم، وموفقين على هالرساله الهادفه اللي تقدمونها للمجتمع، ان شاء الله انهم مشاهدين لكم لا عليكم يا رب العالمين. والله صاير مثقف ما شاء الله. الله يرعاك، استودعكم الله. امين امين، استودعناك الرحمن، والله ما شاء الله عليه، الله يرضى عنه. هذا حبيبنا عبد الله الغافل، وقبل شويه حبيبنا هاني مقبل، الرجل المهذب الخلوق الرائع، الله يبارك فيهم ويسعدهم جميعا يا رب. ما شاء الله، هذا في حقنا جمهور المجد، هذا حضروا الزواج اللي داوم كله أطلعه أنا اليوم. مخرج كبير، مخرج كبير ورائع وفنان وأوركسترا. حبيبي عبد الرحمن أهلا وسهلا، كيف الحياة السعادة والسرور إذا وصلوا المتسابقين نورونا بهم شيء؟ كيف شفت المجموعة الثانية، شفت منها شيء؟
اشياء والله ما شاء والله الله. والله في 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 اشخاص ما شاء الله تبارك الله يا اخي، في بعضهم فعلا تحس انه مركب مفصل على برامج الواقع. صح صح والله صح. اي والله يعني ما يصلح هذا، لو تحطه في برنامج حواري ممكن ما يجيب النتيجه. وهذه ايام كنا في زدرة صدق 2 كان يقول لنا احد الموجهين كلام جميل، قال ترى بعضهم ناجح لانه مع المجموعه، ترى لو لحاله ما ينجح ما يقدر، وبعض تبارك الله ينجح لحاله متحدثا لبقا مثلك، وبعض وينجح كذلك محاورا، وينجح كذلك متسابقا يعني في برامج الواقع. فلا يظن بعض الشباب ان والله انا نجحت في الواقع ترى ممكن بكره يعطوني كاميرا وكذا، لا يمكن. صح، قوتك ليست هنا. والبعض لا، يمكن ان يكون هنا ويمكن ان يكون هنا ويمكن ان يكون هنا، لان الله يريك النقص في خلقه لترى الكمال في ربك. بعضهم كاتب كبير لكنه غير متحدث. انا اذكر قبل 7-8 سنوات استضفت في المجد مؤلفا كبيرا، ما راح اقول اسمه لا اليوم ولا بكره لانه استضفت كثير، لكن ما تكلم كثيرا. فقوته في الكتابه ان يكون لحاله. وبعض الشعراء شاعر كبير يعني كبير في الكتابه لكن ما يقدر يلقي، وبعضهم من الله عليه بالالقاء والكتابه، فتكون نقطه ضعفه ممكن حياتيه. يعني كان معنا طالب في الثانوي ليس معي في صفي، تبارك الله أكاديميا شعلة، لكن ممكن لو تقول له استقبل ضيف لا يقدر، يعني ما يقدر يواجه. فكل واحد فيه نقص. صح. أكاديميا شيء تعطيه أي سؤال يهضم الكتب كلها والمناهج كلها، بس حياتيا مهاريا ممكن تسافر معاه ما يصلح للأنس. يقول ابن كثير كلمة جميلة أبغى عليها أجمل تعليق لأني أحب تعليقاتك. يقول ابن كثير: وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة. الله. وليس كل من يصلح للمؤانسة يصلح للأسرار. سلام. يعني بعض الناس يصلح للمجالسة 5 دقائق تقابله في كافي في مطعم في مناسبة بس، إن أحسنت، لكن ليس مؤنسا، ما يمكن تسافر معاه، فقط سلبي وحديثه عن الأزمات والآلام راح يضيق خاطرك. إذن وبعض الناس يصلح للمجالسة لكن لا يصلح للمؤانسة، وبعضهم يصلح للمجالسة والمؤانسة لكن لا يصلح للأسرار. تعطيه سر أشاعه في كل الناس، وهذا اللي ينبغي أن يفرقه المرء ويعيشه، أنه فرق بين أن أكون حسن الخلق مع الكل، وقولوا للناس حسنا، الناس كل الناس مسلمهم وكافرهم، للعابرين ولكل من تقابل في المطار السلام عليكم ترحب بالكل، لكن فرق أني حسن الخلق وأني أكون خفيف وأعطيك أسراري وأنا لا أعرفك. وحتى لو أعرفك قد لا يصلح كل الناس للأسرار، بل في أسرار لا تعلم عنها لا زوجة ولا أم ولا أب، يجب أن تذهب بها إلى ربك في الخير، مو شرط خطأ. يعني لك أعمال صالحة، ليش لازم تيجي وتقول عملك؟ إلا إذا كان بعض الأعمال، شوف اجعل لك عمل صالح يعني عليه مدار الإخلاص، هذا لا تخبر به إلى أن تقوم الساعة، هذا حتى لا تجعله أنه من أجل يقتدي به الناس، ما تخليهم خلاص هذا لا تقوله. يعني تصدقت على يتيم أرملة محتاج، هذا اجعله ذخيرتك إلى ربك، أو ركعتين في الليل، أو قرأت سورة الإخلاص، لا تحكي عليه لأحد، ما تقول ترى والله قرأت الإخلاص لقيت ثمرتها، قولها في شيء ثاني. يعني عندك أشياء تقولها ليقتدى، واجعل لك أسرار لا يعلم عنها أحد تذهب بها إلى ربك. إذن وبعض الناس يصلح للمجالسة ولا يصلح للمؤانسة، وبعضهم يصلح للمؤانسة لكن لا يصلح للأسرار. ففرق بين أن تكون حسن الخلق، جميل، مبهج، إيجابي، لطيف، لكن فرق بين هذا. شفت الكتب اللي يقولوا الكتب المفتوحة لا تستهوي القراء، رغم شفت الكتاب لما تلقاه مسكر، هم يقولوا مسكر ليس فقط لهذا السبب، هو مسكر حتى ما يعني يتمزق وكذا، بس فعلا الكتاب غالبا اللي تلقاه مغلق تحاول أنك تشتريه، تريد أن تعرف ما فيه، السوربريز بالفرنسي المفاجأة. لو مباشرة أقول لك هذا هدية جوال خلاص عرفت أنه جوال، لكن لو أخفيته قلت لك لك هدية ستتوقع كل شيء. فالشخصية اللي فيها جوانب مو غامضة بمعنى الخوف، كذلك أن يخافك الناس هذه علامة سوء خلق، لكن معناها أن تكون لك هيبة، أما أن يخشى غائلته ممكن يسب ممكن يؤذي، لا هذا مو شخصية، هذا مريض، هذا مرض يجب أن يعالج. لكن أنك تكون فيك جوانب ما هي مكشوفة، مو شرط تحكي كل شيء في حياتك. 3 أشهر في الواقع يصبح الناس يعرفون كل شيء، مفتوح. لا، كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في الخلق العام. يجب
لذلك تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كتاب مفتوح، لأنه موضع قدوة، يجب أن أعرف كيف كان يأكل ويشرب وتعامله، كان خلقه القرآن تقول عائشة. لذلك من يشهد لك بالوصف الحق؟ زوجتك وأبنائك لأنهم قريبين منك. لكن في جوانب أخرى ما تقال، لا تكون خفيف وبس. جميل، لا تكون خفيف، حط عليها 3650 مليون خط. الله، كم؟ 3650 مليون خط. الله يا أخي مؤدب. صحيح، يعني أنت مثلا تدخل برنامج واقعي أو أي مكان كان، فلكل مقام المقال. أحسنت، قل الشيء اللي يناسبك أو اللي يناسب من لستم يناسب المقام. نعم. المقام ثم اترك الباقي، مو بلازم تكون ثرثار في المجالس. عندما تقول لا تكون ثرثار في المجالس، بل يقولون في واحد أنت اللي قلتها الظهر بسبب الصمت، اللي بسبب الصمت نال الظهر كسب الزمالة أو أخوة وكذا. خلك هي اللين بسيط جميل سلس، خلك محبوب بين الناس. الله، لا أكثر عشان تقابلني كذا، خلك عند اللوحة ذي. أبي أبعد منك يعني؟ لا، أبغاك تكون أقابلك. إيه جميل، عشان فنيا أنا جميل. يعني لازم أصارحك أنه مسألة فنية عادي ترى حنا. الله يسعدك يا زينك والله. أسلم يا عبد الرحمن، كلامك جميل. من قال سالم، فأعط كل ملس حقه، مو بلازم كل شيء في حياتك تفصل الناس. بعض الناس صراحة حتى مشكلته في زوجته، عند زوجته يعني، في زوجته في بيته يسردها للناس عادي. عادي عنده. طيب هذا غلط، متى تندم بعدين؟ في مثل بالإنجليزي ترجمته كل سر جاوز الاثنين شاع. أنا كنت أظن أن كل سر جاوز الاثنين شخصين، يعني إذا هم اثنين فهو محفوظ، إذا انتقل للثالث سينتشر، وهذه حقيقة. فلما قلت الواحد قال لي لا، كل سر جاوز الاثنين يعني الشفتين، مدام خرجت من هنا أصبح هو متحكما فيك. في صورة يوسف في منمح لطيف، الله، وأخاف أن يأكله الذئب. وش قالوا بعدها؟ أكله الذئب. بعض الناس لا تنبههم لأنه مريض، بمخاوفك فيلوي ذراعك منها. الله. لأن خوفك الناس لا تعلم هل أنت خائف أو لا، أنت اللي قلت لهم أني خائف. جميل. فاذهب إلى ضعفك كله، بضعفك كله إلى ربك، واخرج إلى الناس بكل قوتك. أنا مرة أمزح مع رجل أعمال مثلك يعني، قلت له أنا بفضل الله أحب البريستيج واللبس والهيئة من يوم صغري والتعطر، وأظهر أمام رجال الأعمال كأني منهم. تخيل إيش قال لي؟ قال لي ابقى على هذا، هذه قوة لك، الناس ما تحب الضعيف، لا تجيه بهيئة تحس كأنك تحتاج منه شيء، لا تراني عزيز نفس مثلك. قال لي هذه قوة لك. وأنا أقولها حتى في الملقين، يجي الملقي أول ما يبدأ يتكلم في المدرس أو المدرسة، المعلمة أو المحاضر، يقول والله مقدمتي المتواضعة وتحضيري البسيط، أنت ضعيف. لا، تكلم بكل قوة، حضر. إيش يجي تقول رغم أني ما حضرت وأعذركم على الكلمة المتواضعة؟ خليهم يقولوا أنت رائع. لذلك حتى بالعكس، بعض الزملاء أقولهم في الإعلام يبدأ يرحب، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة سعيد بكم، أهلا بكم في برنامجكم الرائع الجميل. قلت له لا تقل عن برنامجك أنه رائع جميل، اجعل المشاهد يشهد لك بذلك. يا سلام. لأنك لما أقول أهلا بكم في برنامجكم الجميل، كل واحد يبحث لك عن خطأ يقول مو جميل. لكن لما أقول أهلا بكم في برنامجكم أوراق الياسمين، أهلا بكم في برنامج أوراق الدلال لعبد الرحمن، راح يقولوا الناس يا أخي والله برنامجه رائع. وهذا منهج حياة. لو افتح أنا وأنت الحين شركة وأقول لك علما أني أنا مديرها، ردة فعلك الطبيعية البشرية إيش تقول؟ دير ليش مو أنا المدير؟ صح. بس لو قلت لك فتحنا شركة بس يا عبد الرحمن ما راح أجد أحسن منك مديرا لها، إيش ترد علي؟ أنت المدير. تقول شوف البشر هكذا، لا تأتيهم بعنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانة. أعطيني من كلامك العاد. الله الله على الجمال، الله الله على هالكلام الجميل اللي يخرج. الله يعلي شأنك. والله أن نحضر نستفيد منك. رضي الله. والله أنا أحبك ترى من أول. الله يحبك. وزادت محبتك في الذواقة، وزادت محبتك في ينابيع، وبرنامجك. نفائس وين راحت؟ إيش هو؟ نفائس. الله. نفائس رمضانية. الله. ما أطيبك. وش تخصصك الدراسي؟ اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في كاتب وكوب، ورحب بالغالي عبد الرحمن ابو راشد القحطاني، اهلا وسهلا بك. حياك الله يا مرحبا استاذ ناصر،
حيك وحيي الأخوة المشاهدين الكرام، وأنا سعيد صراحة بتواجدي معك اليوم. غيرت اسمك من عبد الرحمن إلى سعيد؟ أنا سعيد، أي أعبر عن شعوري. تعبر. نعم. أنا شعور داخلي تغير. أظهره للناس حتى يعلمون ما بداخلنا يعني. يا أخي أنت جميل. الله يرفع قدرك. خليني أبدأ معك من حيث يذكر لك ولا تذكر. نعم. أين ولدت، في الرياض ولا في الجنوب؟ نعم في المستشفى. ما شاء الله، يعني أظن أنك ضحكتني كذا. ها؟ أظن أني انبسطت عليك. يعني على أساس أنك ذبيت مجهزة من أمس علي. لا أي تعبان عليك. لا أبد. لا ولدت في الرياض؟ نعم في العاصمة الرياض، وسعيد جدا بالرياض. نعم رقم الغرفة بما أنك في المستشفى. والله كنت وقتها يعني ما انتبهت. ما انتبهت. وش تخصص عبد الرحمن؟ علاج قلوب. الله، لا تخصص الأكاديمي أم القلوب، فأنت فعلا تستحق ذلك. تخصص شهادة تقصد؟ أي نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندك شهادة وفاة؟ لما نتكلم على الشهادة، الوالد توفي عليه رحمة الله. دائما يقول أبعلمك اليوم موقف صار. أسلم. اليوم رحت أراجع دائرة من الدوائر يعني، ف نعم. فهذا الموقف يعني للأمانة أثر فيني جدا. أحسن. كان هذا يخص والدي عليه رحمة الله، رحمه الله وعلى درجاته. آمين. فلذلك أقول الأب استثمار في الحياة، إنك لا يعني خليك جنبه. ما كان من الموظف اللي طلب مني قال عطني هوية والدك. الله بلا شعور تأثرت، يعني هو شاف الأثر، وكان أصلا الموضوع بيطول بسالفته طويلة. في يوم شافني كذا سكت وصد عني الموظف لأنه مهذب. والله جزاه الله عني خير الجزاء. فقلت سم هذه الهوية. شوف الوالد أنا أتكلم متوفي لها 14 و13 سنة، فكأني أبلغت بوفاته اليوم. الله، تجدد الجرح. صح، رحمه الله على درجة. وقع وكأن والدك موجود، وقع هنا وغفر الله لوالدك ورحمه وأسكن فسيح جناته ما شاء الله رحمه الله. سبحان الله، يعني طرى علي الوالد وأيام الوالد وريحة الوالد والجلسة مع الوالد والروحة مع الوالد وتربية الوالد. فللأمانة شعرت بالنقص لأن والدي ليس على قيد الحياة. فأسأل الله جل وعلا يغفر له ويرحم مسكينه في سجناته. فالرسالة اللي بوجهه هو شيء، والله تغانموا أباكم وأمهاتكم. والله إني أصيح دائما أقول أبوك وأمك تغانمه، خله يعني هذا 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 من الناس اللي لا تفرط فيه. هذا استثمارك، هذا استثمارك، هذا حياتك، هذا كل شيء. هذا إن رضي عنك فتح الله لك أبواب الدنيا والآخرة، وإن غضب منك والله إن كل الأبواب تغلق في وجهك. الوالد اسمه راشد؟ الوالد اسمه محمد علي رحمة الله، رحمه الله وعلى درجاته وغفر له. عبد الرحمن بن محمد سعيد بن سعيد القحطاني والنعم ما عليك صوت ناصر بن الطاهر بن عيسى بن سعيد سي عبد الله. تدري لماذا جاءت أسماء آبائنا بعدنا؟ حتى نستند عليها الله، وحتى لا تسقط أسماؤنا. كان واحد من الضيوف في المجد يقول لي كلمة جميلة، قال لي لما تكتب التايتل، لما تكتب اسمي اكتبوا اسم الوالد. ثم التفت إلي قال لي أي شيء فيه طيب وفيه شيء كويس لا تنسى الوالد، إن كان حياً فسيفرح، وربما إن كان ميتاً سيدعو الناس له. هذا الآن اجتهاد مني يعني. ولما تخطئ يقول أنا اسمي ناصر فقط، وفي الفرح وفي الطيب. ولما يقول لك واحد والنعم فيه يقول له أنا ناصر بن طاهر، أنا عبد الرحمن بن محمد. لكن لما تخطئ خلي خطأك تتحمله أنت، حتى لما تخطئ خلي أخطائك في دائرتك. يا سلام. لكني أقول لك ولي، أنا كذلك وفقدت الوالد رحمه الله والوالدة، وأقول لكل مشاهد ومشاهدة اللي عنده والد رحل عن الحياة ووالدة رحلت عن الحياة، تأكد أنهم لو كانوا على قيد الحياة سيتمنونك سعيدا، فكن سعيدا. الوالد والوالدة رحلوا عن الحياة، لا تبقى في دائرة الحزن لأنهم يتمنون سعادتك فافعل. حتى الوالد والوالدة كانوا يوصونك بأختك الكبرى وبأخواتك وبالبنات وبخالاتك وعماتك، هذا من برهم فافعل. خليك جميل في كل أحيانك وفي كل لحظاتك. حبيبي عبد الرحمن أحبك. صلي. يلا صلي. يلا صلي بنا بقراءتك الطيبة. ما شاء الله تبارك الله. الله يا مرحبا. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا
ترى هذه من اللفتات الجميلة اللي أستفيدها منك. أنت جميل بكل حالات. يعني بعض الناس دائما مثال يحرص على أنه يحاول يلقى السجاد. نعم ممكن لنظافة لباسك، لكن الأرض الأصل فيها الطهارة، وهذا من رحمة الله بنا. وجعلت لي الأرض أجيب لك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إحنا نحب نسمع صوتك. إذا وصلوا الشباب عادي يدخلوا. الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام. لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تصلي خذ واحدة أنا أجي أغير له. الله الله
والله حي الله الشيخ عبد الرحمن. كيفك يا بعد حي؟ كيفك يا بعد حي؟ كيفك يا بعد حي؟ اللهم لك الحمد. تعال تاكل معمول شيخ؟ هذا معمول قال به غير واحد. جرب شيخ. والله شوف هذا هذه الاشياء يعني الواحد ما وده يكثر اي ما يكثر بس ناخذ بوك عشان عبد الوهاب. هلا هذا قهوه يا رجال ونشرب لنا مويه. تعال روح وين ارسل لي المتسابقين خليهم يداوموا ترى اقول لهم ايامكم يعني ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها. نعم استفدت منها صح؟ ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيها. في الرسمة هذه ايه بعدين نداوم فيها ان شاء الله نشيلها بالمرة ايه على طول. انا وينهم موجودين؟ فيها حكمة ترى. لا لا ما فيها لا بها تعالج ذي في قهوة. والله فيها حكمة. غير مكان مخرجنا شيخ. انا ودي اشوف الثلاجة اللي دائما يروحوا لها المتسابقين ايش فيها. يا حبيبي والله انا راح للثلاجه تحب تداوم معي مخرجنا تعال نشوف اذا في عصيرات شيء. الله ولا حبه ولا حبه بيض. ترى بالمناسبه عبد الرحمن انا فنان في الطبخ. ها بيض فنان ليش؟ حليب اسبريسو. اوه اسبريسو ما شاء الله راح اجيب لك مويه. والله الشباب الواضح تبارك الله ما في مشكلة. ما في توست ما في جبن ما في خلاط لحم مفروم شيء. هذا كيف يداوم؟ هذا يداوم كذا لو ما افتحه. لحظة يا شيخ هذا بالكهرب صح؟ ما يداوم لحاله. هذا لازم سماعة ما يداوم. ما شاء الله المطبخ الأمور طيبة صراحة. اللي طبخ اليوم يدل على انه فنان. يقولوا واحد الله المستعان بس هي نكته بس ما لها علاقه. يقول لك قالت له تراني سويت لك رز كل حبه لحالها. قال انت فرقتي بين اسر ما تفرقي بين الرز. ايه فالواحد يكون حذاري يفرق بين الناس او كذا او تقول كلمه توغر بها صدر احد أو تفسد عليه حياته تفسد بها عليه حياته. يعني بعض الناس ما يحسب الكلمة يداوم. شفت الحين والله واضح أنه هذا الشغل جميل. هلا عبد الرحمن هذا موية باردة؟ إيه يا أخي أنت رايع والله. جبتها من غرفة المدير. شوف هذا الصيعري مرسل عائلة كبيرة كلها طيب وأدب. والله ما شاء الله أنا معجب في طريقتك كيف أنك تجيب الموية الباردة. راح اجيب كرتون. لا لا خلاص انت من النوع اللي اذا قال لك واحد هذا الشيء كويس تزيد منه. الله يسلمك. تبي نروح هنا يعني؟ نغير. انا ترى حتى في البيت ما احب الجلوس في مكان واحد. يا هذه اللي احطها فيك. لذلك وش السر يا ابوه؟ والله احب التغيير، احب السفر، احب الحياه، احب كل شيء جميل مثلك، احب ألا تبقى الحياة على وتيرة واحدة. جميل. يعني تدري بعض الناس يعني ممكن يوم من الايام تنام عند برا البيت. والله هذه عقوبة هي. أنا ما أدري تحب التغيير. شوف أقول لك يعني أقولها لك بصريح العبارة. أسلم. بعض الناس إذا راح مثال يقدم على وظيفة يقولوا له كم خبرتك؟ يقول 10 سنوات. هي مو 10، هي سنة واحدة تكررت 10 مرات نفس الروتين نفس المعلومات اللي من 10 سنوات ما غيرها. نفس سندويش صامولي وحط فيه جبنة سائلة وشيبس ويروح نفس الطريق. يا أخي سبحان الله حتى من حكمة الله عز وجل أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والسنة وحي إن هو إلا وحي يوحى أنه في العيد تذهب من طريق ترجع من طريق. في حكم يقولوا الأرض تشهد لك التي ذهبت منها والتي عدت. حتى كان ابن عمر يحرص إذا صلى في المسجد في السننة أما في الفرائض تروح للصف الأول. في السنن قد تنوع الأماكن يقول حتى أكثر شهود الله في الأرض يومئذ تحدث أخبارها فتشهد لك. دائما حاول تجلس في مجلس تذكر فيه الله وتقول فيه كلمة طيبة أو تحسن فيه فيكون شاهد لك. فتذهب من مكان وترجع تشهد لك الأرض وتلتقي بأناس لم تلتقي بهم. جميل. فبعض الناس في الحياة تلقاه الصباح يقوم نفس الروتين كذا
ممين. نفس الطريق اللي يروح نفس الساندويتش ياكله ويقول والله مليت. ترى اشياء بسيطه لو تغيرها الله. تتغير حياتك صح. يعني كنت تروح كافي معين تلقى عنده نوع بن، جرب نوع ثاني. كور ساندويتش بالزيت ولا الزعتر جربتها؟ الخبز لا. بالزيت والزعتر اوه من متع الحياه. زيت وزعتر ايه زيت زيتون زيت لازم ايه. انا لا استخدم الثاني الا اذا استخدموه في الطبخ وانا ما ادري، يعني في الاشياء اللي لازم يستخدم فيها. مره واحد اهداني زيت سمسم من اهل جازان، اهل الطيب والادب، وهم يسووا السمك السليط. قال لي مو تروح تسوي شوي وتحط السمك وتقلب؟ قال لي اغرقه في الزيت. لانه ايه في الزيت زيت السمسم. آه هذه طريقتهم يعني. لا بس الكريم يسوي كذا يعني. الكرماء والله جد يتحايلون في الكرم. الله. واحد ترى يقول اذا يبغى يكرمك لازم يلقى ألف سبيل حتى يقنعك للبقاء، أنك تتقهوى أو تتعشى أو يقدم لك تلك الخدمة. يعني مرة كنا في أبها في قرية شوحب فأكرمنا أبو حسان، هذا يطلع عندنا في الأجاويد تبارك الله، غدانا وبعدين رحنا لجهة تنومة والنماص. تنومة والقلب الأتلوم الله والله والأجواء الجميلة. المهم تقريبا جلس معنا اليوم كله. يوم رجعنا احنا عشان نرجع للفندق قال أنتم تتعشوا عند الليلة، قلنا له احنا أمس تغدينا واليوم رحنا معك فأخذنا وقتك وأخذناك عن أهلك. قال لا إلا تتعشوا عندي. المهم رفضنا وخلاص اتفقنا على رفض أننا نتعشى. بعدين قلنا أنتم كيف تروحوا الفندق؟ قلنا له خلاص احنا الحين نشغل الموقع وعلى طول. لا قال في طريق مختصر امشوا وراي. وندخل معاه في الحواري وظلام، يمين يسار يمين يسار ويوقف. يا رجال وين؟ قلنا له شكل ضيعنا الطريق. ويجي ولد وقال تفضلوا على العشاء. كيف؟ قال لي انه ما اقتنعته، فاحنا لقينا هذه الحيلة اننا كأننا ندلكم على الفندق حتى تصلوا الى البيت. فالكريم كريم 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 والنبيل نبيل والشهم شهم والعسل عسل. الله. ولن يكون الرمان برتقالا. ما شاء الله تبارك الله. اعجبتني سالفة غير الطريق، يعني حتى وانت رايح دوامك ممكن دائما تستخدم الطريق الدائري الشرقي مثلا. صح. روح بطريق الملك فهد. الله. استمتع بالزحمة، ايش المشكلة؟ غير ألف طريق. شوف أنت قناص أنت. هذا كان ياسر القحطاني والحين عبد الرحمن القحطاني. أنت قلت كلمة حلوة، قلت استمتع بالزحمة. والحياة تحتاج هذا. أنا راح أقول كلمة ممكن أنها صعبة شوي. يعني واحد يقول يظنها مثالية لكن هي حق. استمتع حتى بألمك. الله. تقول لي كيف؟ أنت تقول استمتع بالزحمة، معناها الأشياء اللي ما يمكن تغير. أنا ما أقول لك اذهب إلى الصعوبات. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اسأل الله العفو والعافية، لكن إن جاءت الصعوبة وجاء الألم استمتع. استمتع بالذي تقدر عليه. اللي تغيره لازم تغيره، يعني ما تبقى عايش في الألم. يعني يقول الشيخ العثيمين لو أنه مثال راح تحج بالطائرة أو تروح تمشي تذهب بالطائرة. يعني في الشتاء عندك ماء ساخن وماء بارد، ما تقول أنا أروح للمشقة. المشقة ليست مقصودة لذاتها، لكن إذا لم تجد إلا الماء البارد وما في تسخين هنا تحمل المشقة. استمتع. نعم، لأنه أنا أؤجر. يا سلام. يقول سأل أحد العباد عن ألم وقع له، قالوا له ألمك شديد أو العابدة. قالت حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. الله. وكانوا يقولوها للشيخ بن باز، يعني إيش سر يعني روحك الجميلة أو نفسيتك هذه؟ فقال أنه إذا أنست الروح حملت الجسد، أو قريبا من معنى كلامه. أنا أشبهها ب شفت الألعاب الخطيرة؟ كان في برنامج جميل للدكتور صالح الدقلة اسمه هذا ما عندنا، يتكلم كذا 10 دقائق 11 دقيقة ثم يختمه، بثناه الظهر في ماسة أو في العامة، هذا ما عندنا. في الأخير يختم هذا ما عندنا. حلقة من الحلقات يقول فيها الألعاب الخطيرة على خطورتها، جلس تقول لي صاحب اللعبة وقف أنا ما أبغى أكمل. الألعاب اللي فيها مرتفعات كمل. لا هو راح يكمل، هو لأنه أعطاك في البداية التنبيهات وتشيل جوالك وتحطه كم. أول ما تنزل إيش أول كلمة تقولها؟ والله تقولها أنا كانت صعبة بس مين اللي صورني؟ أبغى الذكريات. كيف الآن كنت في تلك الصعوبات وتريد الذكريات؟ لأنك تعلم أنها كانت مجرد لعبة. لعبة يا سلام. والحياة الدنيا لعب، حتى مطباتها ضمن لعبة الحياة، حتى آلامها ضمن لعبة الحياة.
تفضل عشان اكل كلام الليجة. جميل والله، لذلك استمتع باي شيء يجيك حتى بابسط الاشياء ولا تقصد المشقه. أحسنت. لكن ان جاء تصبر، خليني اداوم مع الكليجه واجيك بسم الله. ساسكت حتى ينتهي من الكليجه. والله استمتع، والله استمتع، استمتع باقل الاشياء. انت ما تصلح الكاميرا يا شيخ في عالم الاعلام، اذا شفت واحد يقول لك لو اشرب سولف. لا لا كمل عشان اقول انك تصلح. تفضل ترى عقدك عندي بالله. فلذلك استمتع بالالام ولا تقصدها، هذه مهمه. ولا تقصدها، ما شاء الله عليه ياكل ويصحى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني ما في اي معلومه تمر من ناصر ها لازم يعدلها. ما شاء الله تبارك الله. لذلك انا احبه لانه يحب الطريق الصح دائما، ما يرضى بالغلط ولا الخطا ولا التقصير. الله يرضى عنك من ادبك طبعا. والله ولطفك يا زيدك ناصر. تدري ان من اسعد ايامي يوم علموني اني انا وياك يعني في برنامج واحد. استمتعت والله جدا. انا اللي اسعد بك. اسولف انا ومازن كنا في مكان، يعني على طاري الاماكن. الله يسلم. كنا نجتمع في مكان، المكان هذا لو اصفه لك ترتع. نعم، ليش تصفوا لي؟ ليش ما تاخذني؟ ليش ما تعزمني؟ انا احب الادله. والله يحييك والله. الله يسعدك. كل حال يعني، لكن المكان يعني شبه منطقة. آه ما يصلح لي أنا. مهجورة. برد. لا 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 مهجورة. مكان هذا كله مهجور، يعني ما في ولا حياة جنبك. كان عندنا حوش بعيد عن صخب الحياة. أي بعيد صخب المدينة. كان في حوش، الحوش هذا كان في خيول، ماتت الخيول واللي راح منها بقي الحوش. يعني تأخذني إلى مكان يموت فيه الناس. لا الخيول وليس الناس. يعني حتى الناس لو ماتوا رحمهم الله جميعا، والخيول الله يعوضنا عليهم. آمين. فالشاهد بقي هذا المكان اللي احنا نجتمع فيه. وين نجلس؟ وين؟ فوق الخزان. هذه ما فوق هانجر وجالسين. هذه ما تصلح لي. ابى اقول لك انا، فمستمتعين بابسط الاشياء، نسولف معنا برات شاي، سواليف اخذ وعطف. كنا نتكلم فيه، نتكلم نتحدث عن ناصر سي. الله يا اخي مؤدب انت. فقلنا عنك شيء لو سمعته لانبهرت. رضي الله عنك. لا من السوء. يا رب اعفو عنهم. يا الله ذكرناك بخير. الله يعلي شانك. تقول مازن، اقول ناصر اذا تحدث استمتع بحديثه. رفع الله مقامك. ما عاد بقطعه. الله يعلي شانك. اي والله. فذاك حتى الظهر المشاهد يستمتع معك. والله شوف هذا من ادبك. ما بطيء عشان كذا انا ما ودي اقاطعك، ابغاك تسترسل تروح. الله يعلي شانك، والله اني احبك اولا، وهذا من ادبك وادب الغالي مازن، وهذه ان لم تقلها هي تاتي يوم القيامه. ترى والله جد هذه الفرح والسرور، بعض الناس يوصل لك الفرح وبعضهم ممكن ما لقى طريقة. صح. أمس كتبت وأنا جاي من القصيم إلى الرياض بعد زواج حبيب بن عبد الوهاب، كذا وقفت في محطة بعدين أقول لك عليها، يجب على كل مار من القصيم أو جاي من المدينة الرياض أو القصيم الرياض، يجب أن يتوقف عندها لنظافتها وجمالها. وأنا أحب الإسبريسو يا شيخ، عشان كذا الخزان لازم تجيب فيه إسبريسو عشان أجي. لما وقفت جمال المكان وروعته يعني خلتني أقول أنه هذا المكان يذكرك بالفرح وأن لا تقلق. فقلت سبحان الله، عدد الذين صوروا الشاشة لا يعلمهم إلا الله، لكن الرسالة اللي جاتني أنا راح أطلع لك الكلام بحذافيري حتى يكون يعني، قلت فيها حتى لا تقلق. شوف رسالة أمس وموجودة الآن على سنابي، حتى لا تقلق، لا تحرص على أن يحصل ما تريده الآن الآن. يا سلام. سيحصل ما تريده في وقته المناسب بإذن الله، والزمن جزء من العلاج، والثمار إذا لم تنضج تضر، وقفز درجات السلم يكسر الظهر. أرسلت لي واحدة بعدها مباشرة، أنا حطيت سنابتها يعني غطيت الاسم طبعا هذا من باب الأمانة، قالت شكرا على الكلام المهدئ للأعصاب بعد بكاء استمر ساعتان. هي ساعتين. لا إله. قلت يبهجني أن أكون سبب بسمة أو تخفيف ألم، جبرك الجبار وقضى حاجتك، ومن يقرأ ومن شهد ومن غاب. فأنا مقصودي فقط أنه في زحمة الحياة ورمتها ومتاعبها كن بلسما. احنا نخطئ كثير ونفرط، لكن لا يكون على حساب مشاعر الناس، ليكن ألمك أخرجه في وقته المناسب لمن يستحق، للطبيب. حتى أن قضية أنه المواساة والفضفضة لكل أحد أنا ما أراها. بعض الناس أصلاً ما يصلح أنك تحكي له ماذا في جيبك، فكيف أن تحكي له ماذا في قلبك؟ يا سلام. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. أكيد أخواني.
يحسدونك على رؤية فكيف بواقع. لكن كيف يا عبد الرحمن نجمع بينها وبين قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث؟ وفي الحديث الذي حسنه الألباني لأنها ألبانية، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، والحديث هو حسن الشيخ، يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، اكتم عمن يريد بك الأذى، واكتم عمن لا يفرح لفرحك، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث من يحبك، حدث من يأنس بك، حدث الوالد والوالد وإخوانك وبعض الأصدقاء يستحقون، لأن بعض الناس كلما فتحت بابا للأمل وقف دونه ليغلقه، فاكتم بعض أهدافك لوقتها لما تتحقق، هذا أمر ثاني. أما أنه أول ما خطبها الخاطب تيجي تحكي، لا، تحكي لوحدة تثقي فيها، للوالد أكيد هم لازم يدرون، أما يصير العالم كله تراني خطبت في تويتر يشاهدها مليون، لما؟ الخصوصية قوة، فالناس لا تستطيع هدم شيء لا تعرفه. جميل. السارق لما يسرق، يسرق البيت العامر المليء، ما يسرق البيت الخرب. لذلك لما شكت، لما قالت يهود أنه ما يأتينا وسوسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل الشيطان في القلب الخرب؟ لأن السارق لما يسرق، يسرق بيت فيه جواهر قلب المؤمن، الشيطان يجي لقلب المؤمن عامر بالخير والإيمان وحب الخير للناس، بارد أكرمك الله، الله يسعدك. أما هلا عيني الله، يلا يداوم عبد الرحمن، ذكر الناس بالوقف بكلامك العذب. أي نعم، الوقف تذكر الوقف، يلا لا أريد بأسلوبك، مرة أنت قلت كلام جميل في الجلسة هذه أو تلك، سمعني من عذب حديثك. بسم الله. أقول رضي الله عنكم وأرضاكم، جبر الخواطر، من سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. الله. فأجمل شيء إنك تجبر خاطر هاليتيم، فقد أبويه. الله. وصار يصارع الحياة. جميل. فكن عونا له بعد الله جل وعلا، كونوا عونا لهم في كسوة، في غذاء، في دواء، في مصاريف أمور حياته. فما تعلم أنت الريال هذا اللي تعطيه اليتيم إيش مثوبته عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث لا تخفى عليكم، أنا وكف اليتيم كهاتين في الجنة، وكما أشار عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فكن جوادا كريما مع الله جل وعلا، جميل أنك تكون كريما مع عباد الله، والأجمل أن تكون كريما مع الله، لأنه هو كريم وسيرد كرمك عليك، يعني ستجده. الله. فكل مال أنفقته قد يخلف الله عليك في صحتك، في نفسك، في بدنك، في أهلك، في بيتك، في منزلك، في أولادك، في أبنائك، أو يخلف عليك في تجارتك. الله كريم. يعني تذكر الصحابي اللي أنفق نخلة أو أنفق بستانه كله لأجل نخلة في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من يعني عرق لبدحداح رضي الله عنه وارضاه. فيعني الواحد يقدم شيء يرضى به الله عنه. الله. الحياة قصيرة جدا، وسنخرج من الباب القصير اللي هو باب القبر، والموت باب كل الناس يعني وارده. أنت تعلم أنك ستموت غدا، وإذا مت تعلم أن مالك هذا اللي قاعد تصرفه خشية ألا يكون حسرة عليك، فإن أردت ألا تتحسر فأنفق منه، أخرج أي شيء يرضي به الله عنك، المهم أنه يخرج من قلب صادق، من قلب يطلع الله جل وعلا فيعلم صدقه فيتقبله الله جل وعلا بيمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا تصدق بصدقه من كسب طيب تقبله الله بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي المهر، حتى تصبح كالجبل. فأسألكم بالله كم من الجبال فرطنا، فومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فلا تكون بخيل خصوصا مع الله جل وعلا، لأنه متفضل عليك، هو الذي أكرمك بالوظيفة والرزق والمال وإلى آخره، فجد مما جاد الله عليك به، واعلم أن المال هذا إنما هو مال الله جل وعلا في يدك، وهو في يدك، فأعطاك الله ليرى ماذا تصنع، فهل ستنفق أم لا. فإن أنفقت بارك الله جل وعلا لك بمالك، وإن أمسكت فقد يكون حسرة وبالا عليك يوم القيامة. فالله يجعلنا وإياكم من ممن تقبل الله منهم قولا وعملا يا رب العالمين. تعلم شيء نوان شوي، شكلك احتريت يا أخي، جاتني كلمة صراحة قوية صراحة فحاولت أعالجها. يقول لي يبغى الكاريزما يشوف
خلاص هذه من مصر. تعرف مصر الحب؟ تعال داوم أنا وانت. مصر الحب والجمال. أنا زرت أرض الكنانة مرتين، وجدت شعبا كريما معطاء. الله، دي مصر يا عم عبد الرحمن حكاية علم وحكاية طبخ وحكاية أدب في السلوك. يقولون من أكثر أو من أقل من أكثر من أقل الشعوب تعرضا للأزمات النفسية الشعب المصري. الله، لأنه فرفوش. وهذا يدل على أنه واحد، هذا حبيبنا عبد المجيد الرصي أخو عبد الوهاب كاتب في جواله كذا من وراء: كبر دماغك. يعني فعلا، وأنا وجدتها في الشعب المصري حتى من طرائفهم. أقول لأحد الزملاء المصريين، قلت له يعني هذه الروح ما شاء الله يعني انعكست حتى على حياتهم، وهم محبون للفول. قال لي: احنا الفول نسميه حبوب منع الفهم. لانك لما تاكل الدوخ، لما تاكل فول ايش تسوي؟ صح، الدوخ. لذلك لا تاكل فول وترجع تنام. لما تاكل فول لازم تكون راح تمشي في الحياه شوي، ولا تكثر مع التميس كذا وزيت الزيتون والطحينه كذا. جوعتنا والله. والله انا وانا عايز فراخ بنيه. ولا الأكل، المطبخ المصري من أغنى المطابخ في العالم ما شاء الله. والله أنا مرة عند ذهبت إلى بني سويف في الصعيد، على بساطتهم وأدبهم وجمالهم، فجاب لي مائدة ممتدة من هنا إلى هناك تبارك الله ما شاء الله. ثم بعدها بساعتين قال لي: نتغدى؟ قلت له: اللي قبل شوي إيش؟ قال لي: هذا الفطار. يعني كنا نفطر ما شاء الله. قلت له: أنا هذا، والله يضحك، قلت له: هذا الأكل يكفيني يومين. أنا أنتم تفطرون كذا، أجل كيف تتغدى؟ وتبارك الله. تبارك الله. فعلا إذا رحت لمصر تستمتع حتى بأنواع. أنا محب لأنواع معينة من الخبز وجدتها عندهم. في خبز رقيق، خبز الفينو بالنون صح؟ ولا بالميم، فيمو، فينو كده يتغمس. لا لا شوف، إحنا لازم نجرب. نجرب، تعال نجرب. لا داوم إيه، تحرك، هذا برنامج واقع. جميل، حتى ما يصير جمود. وأنا كذلك أحب شعب الجزائر. نعم، والجزائر. شوف، الجزائر عندنا أكلات لو تأكلها مرة ستسافر للجزائر كل مرة، وهي شبيهة بأكل ليبيا، بعض أكلات الجزائر والمغرب وتونس وشيء من كذلك موريتانيا. يا سلام. في طواجن، شفت الطاجن الفخار؟ يطبخون فيه لحم أو دجاج، يسمى طاجن لحم أو طاجن دجاج. في شيء اسمه البرقوق المجفف، اللي هو الظاهر عين الجمل أو المشمش، والله أنا شفت اللي ما متعود يطبخ فيوضع معه. هذا من يعني ممكن أول مرة مو أي واحد يقبله، لأنه جمع بين الحلو والمالح. أنا مرة رحت مطعم تايلاندي في الرياض فأعجبني أكله مرة، فقلت أعزم لي واحد يحب مثل هذا الأكل. خلاص أنا يعني بعد ما رحت قلت له: ترى عازمك في مطعم. المهم أنا طلبت أصناف كثيرة، أشوف صاحبنا فقط يأخذ لقمة اثنين ويترك خلاص. أنا قلت شبعان فيه شيء، أطيب خاطره أقدم له، بس كان مهذبا. أعجبني في هذه الجزئية، تعال هنا. قلت له: ليش ما أكلت؟ قال لي: أنا في لحظة الأكل ما أردت أفسد عليك لحظتك. أنت كيف تجمع بين أكل حلو مالح؟ هم يضعون قطع من البرتقال، قطع من الأناناس في المرق أو في الشوربة أو في نوعية الأكل. وأنت الله يجزاك خير يعني. أنا ما شاء الله أنا مداوم. أعجبني أنه ما قالها لي في اللحظة، قال لي: لو قلتها لك في لحظة أكلك تقف. إيه يعني ممكن أنك تتوقف. مؤدب هذا. مؤدب. وبالمقابل عشان ما عاد تعزمني. طيب أنت ما جربت يعني صحن من هنا لهناك؟ إيه جربته في الجنوب. إيه ذبيحة. بعدين لدي تقطع اللحم، اخذ شوي من الشحم. الله. وامصع. وش معنى امصع ذي؟ يعني اقطع. ايه ايه، يعني امصع واضح انها مضاربة مع الشحم. اهم شيء شحمتها معه. نعم، لان الشحم ترى صحي، ما في دهون. ايه بس خذها مني انا، طبعا ما في اي طبيب قالها، بس انا قلت. نعم، الغندور. ايه انت شكلك اي خطا تسويه تقول قال الدكتور الغندور. رحمه الله عشان ما يدور لورا. اسلم. فحطه مع شوي رز وبسم الله. ولازم شوف، انا انصحك ما تشرب مشروب ذاك الازرق. ايه ما ابغى نقول اسمه، ما يصلح مع لبن بعده، البيبسي. لا ما نبغى نقول اسمه، الازرق حلو. ايه فلا، لانه غازات يتعبك بعدين. لا انت احسن شيء مويه.
لبن اي لبن ولا ما يصلح لبن بتصير زي حق الفول ثقيل شفت ثقيل بعدها كاس شاهي كذا خادر اوه اللي يسمى شيء الكشري يا سلام ده في مصري الحب هذا هذا الكلام الزين قضي الامر خلاص هذه اجمل وجبه يلا اذا في اتصالات شباب اعطونا بعد ما اكلنا اللحم هذا احنا اكلنا بالنيه بس حبيبي 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 والله ابطال والله رائعين والله ما شاء الله نعم نعم اعطونا انطباعاتكم شوف زرت القاهرة وزرت الإسكندرية وطنطا وبني سويف الإسكندرية ما شاء الله تبارك الله عندهم أكلات ما شاء شفت الله. لا الحواوشي في كل في مصر الحب والكشري ما شاء الله جربت الكشري المصري على الأصول هناك يعني يجب أن أنا أكلت أكل سوداني مع وائل ياسين كنا في برنامج وجاب لنا أكل سوداني وكليناه اللي هو الأكلة كانت شية اللحم المشوي بالمتبل يسمونها كسرة خضرة وما ادري ايش سماها انت كان اكلت أكل ما شاء الله أكل إيه اكلنا يعني اكل اما الاسماء ضيعتها بس الاكل اكل إيه اليوم الثاني يعني الله المستعان فجميل اكلهم جميل جدا لكن احنا ما تعودنا عليه يعني هي هذه طبيعي إيه ما تعودنا عليه اكلت اكل ما اكلت خلاص. يعني ما جربت المصري لا يقولون الاكل المصري انا ممكن اتعب منه لا مستحيل ثقيل يقول الملوخيه لما تشوفها كذا من هنا الى هنا والحركات الحلوه تعبت شيء كبير والله تعبت جوعتك اي والله قسم بالله طيب هم عندهم فقره اكل وعندهم المحاشي اسلام حتى اذا اردت ان تاكل محشي جربه عند المصريين خصوصا اذا حطوا فوقه اللحم الله اللي هو الريش أنا جعت بعد شفت أنا اللي أحكي لك أنا جعت بدينا نتأمل في الأكل نعم ما في شيء بالعكس وهذه من نعم الله علينا والله من نعم الله علينا يعني فعلا. سبحان الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله نأخذ جميل. الهاشتاج جميل جميل في ميزة في الإسكندرية إذا رحت لها خليك على الكورنيش يا سلام عندهم إطالة بحر جدا جميلة طبعا وهناك ال أنا عندي سؤال لك أسلم يعني. أنت ما شاء الله كم زرت دولة؟ هذا من الهاشتاج ولا من لا لا من راسي لا أجيب من الهاشتاج بالهاشتاج أنا أقبل أسئلة المشاهدين بسم الله أما أنت نقدر نداوم أنا كم؟ لا أنت رجل صادق في مشاركات نعم ما شاء الله تبارك الله يلا خلينا نشوف الهاشتاج الله ما شاء الله ناصر كم سافر دولة؟ ما شاء الله نوافذ هذا هو خلينا ناخذ المقدمة كذا نسوي لهم ريتويت ما شاء الله في قناة مجد تجديد وحياة وفي قناة الواقع تجديد وحب هذه سميتة من ليبيا ها نسوي لهم ريتويت أي واحد كاتب كلام جميل أسوي له يلا أسلم يا شيخنا من قال سالم في قصة جميلة بعد ما جت الأسئلة اتصل عليك عيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يتصل على هذا دايم كذا هلا هلا عيد يا مرحبا يا شلونك طيب بخير لقاء ولا وش أنت الآن على الهواء مباشرة والناس يسمعونك في قناة الواقع بالله أنا أشوفك رسمي قلت هذا شكله فيه إيه الناس يسمعونك معنا ناصر سي والآن كل جمهور الواقع يسمعك كلمة توجهها يا عيد الغربي لجمهور الواقع لمن يسمع كلام نورت والله للأمانة يعني الحقيقة المشاعر يعني ممكنها الآن مختبصة شوي ولكن ما أحسن هذه النعمة التي يرون هذا الوجه الصبوح الله من خلالها فهم في نعمة ينبغي أن يشكروا الله عليها والله فعلا يا شيخ عيد يساء عبد الرحمن كلمة ثانية عيد انت تصادق ولا تستهبل تراك خميتني يا وجه وشلون امك عساها طيبه طيبه وبخير ونعمه ترى والله يعني انك على الهواء مباشر والناس يسمعونك الان جد يعني ايوه فخليه يعزمنا على الهواء لعل من اعظم الوصايا ان
يكثر من ذكر نعم الله عليه. جميل. نعم المنعم سبحانه وتعالى الذي دائما ما يعني يذكرها الله جل وعلا على سبيل الامتنان في القرآن: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق، إلى آخر من الآيات. وعسى الله يجعلنا وإياكم ممن يتذكرون النعم فيشكرونه. آمين يا رب. آمين يا رب. اي والله. خلاص اطلع من اللقاء وأكلمك الحين بإذن الله. يلا يلا. جميل انك تدخل اصحابك يشاركون يداومون. ايه يعني بدل ما تستضيفه تحط له لا بالجوال دق عليه وخلاص خلي يعطيك كلمه وخلاص انت اللقاء كلام يعني اسرع. انا جاء في بالي قبل اتصال الحبيب عيد تبي ناخذ استضافه ثانيه ولا خلاص من عيوني تسلم اتصل شكلك ما عندك الا اللي يرسل لك تدخله على طول انت. الله يحفظهم يا رب. ولكنهم بالملايين يسوون عندي. الله هذا الصح. جاء في ترجمه أظنه الإمام ابن المبارك أو الذهبي يصفه الواصف فقال عنه وصفا جميلا أنه كان يفخم أصحابه. يا سلام. يفخم أصحابه يعني يعطيهم مكانتهم في المجالس، ترى هذا فلان ابن فلان وكذا وكذا. لا تحتقر الرجال في المجالس. صح. مجلس يحتقر فيه الرجال ليس بمجلس. معنا اتصال؟ من معنا؟ هلا يا مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بالغالي، نورت. الله ينور أيامك أستاذ عبد الله، أستاذ ناصر. الله يسعدك ويرضى عنك، الاسم الكريم؟ خالد الفرج من عنيزة. خالد؟ خالد؟ الفرج من عنيزة. والنعم يا شيخ خالد، أهلا وسهلا. الله يستر عليكم وسلم. نورت وأسعدت وأنست. الحقيقة الكلام اللي أنا بقوله شيء، الكلام اللي بقوله شيء يخصك أنت. أسلم يا حبيبي خالد، أعطينا مشاركتك. هي ما شاء الله عليك تبارك الله يا أستاذ ناصر، أنت بنك من المعلومات الدينية والثقافية المجتمعية. تملك حقيقة من الكلام والحديث وقدرتك على التواصل مع الآخرين. بديت الإنصاف للآخرين. عد يا شيخ خالد. وتجنبوا رفع الصوت بين المتحدث والمستمع. والحديث بصوت معتدل ومسكوت. لباقة الحوار يقف. ما شاء الله تبارك. والله أنا ما سمعت كويس بس يبدو أنك تقول كلام جميل كجمالك، فأسأل الله أن يرفع قدرك ويسعدك ويحقق. لكن راح أعيد أستاذ ناصر. أنا إيش؟ راح أعيد الكلام. الله يعلي شانك، والله أنت مهذب. راح أعيد الكلام. يلا. أقول أنت بنت من المعلومات الدينية والثقافية والاجتماعية. تملك حقيقة فن الكلام والحديث والحوار وقدرتك على التواصل مع الآخرين. لديك الإنصات للآخرين. تتجنب رفع الصوت بين المتحدث والمستمع والحديث بصوت معتدل ومسكوت. لباقة بالحوار والحديث. هذا أنت يا سي يا أستاذ ناصر في عبد الله. الله يعلي شانك. الشيخ ناصر ما شاء الله تبارك الله. الله يستاهل. والله أنت اللي تستاهل. والكلام هذا قليل في حقه بعد. أولاً الله يرضى عنك يا حبيبي خالد. وريتويت لك. وهذا والله من طيبه ولطفه. وأنا أسعد والله بأمثالك. شكراً لنبلك وحسن تربيتك وحسن ذاتك. وأسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياك بستره الجميل، وهذا انعكاس لأخلاقك ولتربيتك. وروح للكنترول أعطي الحبيبي نواف الغامدي أعطيه رقمك، لازم نتقهوى أنا وأنت نتفاهم. الله نشوف ممكن يصير بيننا نسب شيء. أنت أكبر الأسرة يا شيخ خالد؟ نعم. أنت أكبر أسرتك؟ لا في قبلي ثمان. ما شاء الله. عندك إخوة وأخوات؟ عندي. ما شاء الله تبارك. أجل ضروري تخلي الرقم عند نواف. الله يسعدك وعليك السلام. الله يعلي شانك. والله إني أنست بك وسعد. شكرا جزيلا. حنا سعد. شكرا لك حبيبي. رضي الله عنك. رضي الله عنك. مع السلامة. رضي الله عنك. يعني سعدت صراحة بالكلام اللي قاله. هذا من أدبك. وإن شاء الله بإذن الله إنك من ارتقاء إلى ارتقاء. الله يعلي شانك. ومن علو في علو. الله يعلي شانك وشانه. لأننا نحبك. واللي يحبك يعني أنا ترى كنت خلف الشاشة مستمع يعني أتابع فجأة الحمد لله صرت معه. الله يسعدك. أنا اللي أتشرف فيك. الله يرفع قدرك. أنا أصلا مذيع بالفطرة. نرجع نقول الأطباق.
الأطباق جوعنا يا شيخ. لا أنا كان يعني شط خيالي إلى أكثر من 1445 سنة، إلى ذلك الجيل الذي يقول عنه أنس يعني لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء. هذه الإضاءة اللي حدثت في المدينة انتقلت إلى ذلك الجيل. أنا كنت أتأمل وأبغى أسمع منك وكذلك نأخذ مشاركات الجمهور، يعني أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قلتها لو أجيكم مرة في مسابقة عشان مليون أو كذا، أنس بن مالك توفي 90 للهجرة وهي السنة التي ولد فيها مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي المعروف الإمام المتبع. يعني أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ترى يطيش العقل، أنا أتمنى أن يترجم هذا الكلام بكل اللغات. يا سلام. فعلا فعلا لو يصل إلى الإسلام للغرب بهذه الصورة عرفوا حقيقته وجماله. 10 سنوات خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لي أف. شوف لو قال لك واحد قابلت واحد 5 دقائق ما قال أف طبيعي، مستحيل في 5 دقائق تقول أف. يمكن في بعض الناس نعم يظهر سوء خلقه في أول دقيقة. كلامك طيب. تخدم وزيد خادم، وغالب الخدم أن تقع منهم الأخطاء. أولا خادم وصغير أنس رضي الله عنه وفي بيته، لو كان أنس كذلك يقابل النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الأسبوع ممكن ما يقع منه الخطأ، لكن في بيته يعني قريب منه ويقابله كل يوم وعشر سنوات، ثم لا تخرج أف من النبي صلى الله عليه وسلم. أي عظمة كانت في هذا النبي الكريم. لكن لما جيت أتأملها قلت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صنعه الله على عينه، ودائما أنا من دعوات اللي أحبها أقول أسأل الله أن يصنعك على عينه وأسأل الله أن يصنعني على عينه جل جلاله، ونسأل الله أن يصنعك والمشاهدين والمشاهدات على عينه، لأن الله إذا صنعك على عينه جل جلاله لم يمسك أذى. الله. يا هلا بالشباب، نكملها مع الشباب. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، نورتوا بالشاعر. هلا المخضرم. الله بالخير. ايش حالك؟ طيب من الشاعر اعرف انا الشعراء. هلا عشان هذا بالشيخ هلا بالغالي، منور شلونك؟ الله يسعدك. طيب ايش الحلاوه؟ انا الله يسعدك. هلا بالغالي، يا مرحبا. كيف الحال؟ هلا بالغاليين، نورتم واسعدتم. هلا بالشيخ. ايش حالكم؟ طيبين. ايش حالك؟ تعال هنا يا شيخ. انا تحديت انا وناصر، انا خليني قريب منك. كان في قبل شوي بس من اللي ياكل شكشوكه. شوف انا هنا الشيخ، اصبر شوي بس. انا تحديت لناصر قبل شوي. حلو. شوف انا التحدي اللي بيني وبينه، قلت له ترى غالي. قال لا هذا من ارخص العطورات وترى ما ينفع. شو ما انت شوف كيف طبيعي هذا القدر. والله تجيب راسك، والله ما اقعد اجيب راسك. خلاص والله ما اقعد هشمك. والله ما اقعد اجيب راسك. الله يسعدك. في اتصال؟ يلا سيعود معنا. المهم حيا الله الشباب، اولا نورتوا. الله يسلم. وش من قصيد وعلوم؟ والله قصيد جاهز وعلوم جاهزين. خلاص الحين اجيك اكمل له قصه. اخبار الغالي؟ الله يسلمك. وشلونك؟ عساك طيب. والله انكم شرفتونا. جاهل والديك والجميع. ما شاء الله الناس تمدح في المجموعه الثانيه. وش الاسرار اللي عندكم؟ والله فيه مضاربه يمكن احنا واضحين، وفيه الشعار. الله هذا تصريح قوي. من اي ناحيه الوضوح شيخ؟ وضوح، احنا طالعين على طبيعتنا اكثر، ما في تصنع. يعني حتى المجموعه الاولى على طبيعتنا. مجموعة الأول متصنع تقريبا. لا نقول تقريبا، ما يجوز تقريبا. أنا ما قلت. شوف إذا أردت أن تنجح تحدث عن نفسك، الآخر ما أنا أقول لك تقريبا. أنا لا أنت رائع والله، بس مقصودي دائما أنت يعني لا تضع نفسك في المقارنات. قاعدة حياة، لا يهمك الآخر، لأنه الآخر له قدرات وأنت لك قدرات. ترى هو ممكن يرى نفسه هو الصح، صح. لكن أنت ماذا أنت بالأمس، ماذا أنت اليوم، ماذا تريد أن تكون غدا؟ فأنا حدثني عنك لأني أنا معجب شخصيتك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت الكلام هذا عشان أشعر روح التحدي شوي، عشان أشعر روح التحدي شوي، أهيج روح التحدي شوي. الله كلام سمعت. جميل. المقصد أخويانا اللي معنا سواء هذه، لو كان عبد الرحمن يقدم حاله. جانا عز، جانا عبد العزيز البارح يقدم فقرة، فكان يمدح المجموعة الأولى، وبالعكس نصفق لهم، هم أخويانا ونجاحهم نجاحنا. نعم. ودنا كلنا نحن نتأهل سوا، ولكن محصورين على شيء قد هو مرسوم. أنت سمعت؟ ما عليك. فكلنا في هذا المكان نمثل شيء واحد،
أو نمثل عدة أشياء. أولا نمثل ديننا، عظم، ثم نمثل وطننا، ومن ثم نمثل أهالينا اللي ورانا. نعم والنعم، أنت سمعت. عشان كذا أنا قلت الكلام هذا عشان نحمس أنت أبو مين؟ الوالد الكريم وش اسمه؟ أبو عبد الله. الله يا أبو عبد الله، هنيئا لوالدك بك. من يقول يا سلام؟ وهنيئا لوالدتك بك. الله يطول عمرك. وصلى الله أن يسعدك. من يقول يا سلام؟ يفتح لك أبواب رحمة والديك. ونشوفك دائما منور وتسعد. الله يجمل حالك. الله، لو قلت لك في دقيقة عرف المشاهد بنفسك، وش تقول؟ أنا عبد الواحد بن عريج. والنعم. مثل ما قالوا في عمر بن الخطاب، الله يروه كباطنه لا يشتد حتى يرق. الله، جميلة ما شاء الله. يا سلام. الله يرحم والديك. آمين. هلا بالغالي. هلا بك. الوالد الكريم. علي بن محمد. ما شاء الله، يعني أبو محمد. نعم، والي. أبو علي، أبو علي. أبو علي. ما شاء الله تبارك الله، الله يرضى عنك. في دقيقة خلي اللي ممكن انضموا إلينا اليوم يعرفونك، وش تعرف بنفسك؟ أنا سياف علي الأكلبي. والنعم. مالك زود. العمر 27. ما شاء الله تبارك الله. إنسان بسيط، أحب البساطة. هذا الصح، والبساطة نصف الجمال. نعم. أحب إني أكون إن شاء الله مؤثر. بإذن الله. وإن شاء الله نقدم الشيء اللي يليق بي ويليق إن شاء الله لهجة بسياف. وش تحب، السواليف والقصص ولا الشعر والنشيد؟ كلها اللي قلتها هذه عندي. كلها موجودة؟ في نشيد؟ في نشيد وفي كل شيء. أجل أنا أقول له ثم راح أجيكم في اثنين، لازم تمتعوني. أنا رأ... خلاص تحدي، لو كذا عبد الرحمن القحطاني يصير يداوم الساعة 9 الصباح. خلاص؟ يا رب. حنا بنداوم بعد ما بعد ترى ما في جاهز. وما هل مداوم معه الحين مداوم معه الساعة 9 الصباح. والله يا أبطال، والله ما بنروح. والله ردودهم هذه تسمى سرعة البديهة. ما بنروح لو نخليك. في كتاب اسمه الله يبيض وجهك، في كتاب اسمه الرد الجميل للدكتورة عبير النعيم، يعني من بينها هذه الردود الجميلة. من الردود يقول الإمام الشعبي مرة قال له واحد ما اسمه زوجتي إبليس، سؤال محرج صح؟ قال له ذلك عرس لم أحضر. صح، اسأل اللي حضر. أما أنا ما فأقول في يعني هاشتاج. يلا وش يقول الهاشتاج؟ في واحدة تقول نتمنى نشوف ناصر سي عبد الله في قادم الأيام بالزي الجزائري. آه كلام جميل، ما في مشكلة شيخ، هذا أعطيها حظر الآن، أحضر حسابها، خليها تداوم. لا هي أمنية يعني تتحقق ولا ما تتحقق يا الله الناس. والله شوف أني والله فتحت كذا هذا حساب لؤلؤة مضيئة، وحاطة صورة ولي العهد، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسدده وأن ينصره وأن يعزه وأن يعز هذه البلاد قيادة حكومة أرضا وشعبا. لؤلؤة مضيئة تقول استمتعت أثناء إفطاري اليوم الاثنين صح؟ يعني كانت صايمة، استمتعت أثناء إفطاري الآن مع كلامك أنت وزميلك اللي هو الشيخ عبد الرحمن، والآن سأستمتع بأي ألم وكدر يأتيني والله إنك، لكن إننا إن شاء الله طاقة إيجابية، وأنا أتابعك من أيام بداية زمان. الله ينفعك، الله ينفع بك. احنا كنا نتكلم أنا والشيخ وانت ودت تصوغها لنا شعرا شعرا، قلنا انه الانسان لا يتمنى الالم ولا يتمنى، الله يرضى عنك ويسعدك. أما والله الجوال هذا ما يبغاك. لا يا اخي طاح 3500 مره، حاسبها لك انا. ما في مشكله، لا لا حطه هنا وهربع بعد تفضل شيخ، انا اخليه عند لك لوبي. خلاص كم مره طاح اليوم؟ حطه هنا ولا هبطع عند لك لوبي ما يطيح. ايش المساعد؟ الله يرضى عنك، لكن لا تجي هنا. لا انا اذا جيت وضعت. فكنا نقول انه الانسان لا يتمنى الالم ولا يتمنى المرض، لكن ان قدر الله جاء لا تكون تجعلها نهايه الحياه. العالم ترى ماشي لن يتوقف، والحزن بعض الناس ترى تلقاه احيانا اذا حزين تلقاه كانه مبسوط. انا امس اقرا لكاتب جد داخل كافي في بريده فوجدت كتابا كنت راح اعلق عليه وقلت بعدين بلاش، قال انا لا اوزع الحزن على الناس، أنا أريد أن أستمتع بحزن، لا أنا أريد أن يكون حزني لي أنا بقية عمري. هو صح من جانب أنه ما يريد ممكن الألم يمس الناس، لكن حتى أنت الحزن ليس حاجة واو. بعض الناس كأنه أنا حزين، هذا الشاعر الحزين أو الفنان الحزين أو الكاتب، في كتاب أدباء حتى ألف فيهم كتاب أو الكتاب أو الأدباء الحزانة، ترى ما هي منقبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحزن، والحزن من الشيطان، والحزن يضعف الإرادة. شفت الإنسان لما يكون حزين لا يتحرك ولا يعمل ولا يرفع، فالأمل وقود الحركة والحياة. لما ترى يكون عندك أمل على الأقل
أنك تصحصح تمشي وممكن تحل إشكالاتك. أما الحزن يقعدك يخليك إنسان مشلول. هل الشاعر قال في هذا الشيء؟ يقول يلا يقولي والله إني بخير وكل أموري بخير، الله لو كان دمعة عيوني ما تشوفونها. أنا أكثر إنسان عيدها من أول، والله إني بخير وكل أموري بخير لو كان دمعة عيوني ما تشوفونها. الله أنا أكثر إنسان في صمته كلاما كثير، وظهر إنه يقول في الشطر اللي بعده يسوي أشياء كان الله في عونها. ماشي، هذا من قصيدة شاعر مري وهو رجل كثيف. سبحان الله، أنت سمعت، وهو شاعر عظيم، لكن يقول أنا بخير وكل أموري بخير، وكل أموري بخير لو كان دمعة عيوني ما تشوفونها. الله، وش يقول سجى مع الهاجوس؟ في شعر، في نشيد، في شيء في المعنى هذا، أعطينا شيء. سجى مع الهاجوس؟ لا لا عادي، قلت لك بس أنا كذا جبتها من عندي. أعطيك أي أي عيشني أنا، أنا نعنشني، شفت النعناع مع الليمون؟ إيه لعبتك الحين. نعناع الليمون ما هي بلعبتي، بس الإنشاد لعبتي. ما هي بزين؟ خلاص شكرا. مايكو شغال؟ خلاص الشباب يقولوا لك تعال كنت. هذه آخر ليش؟ لا لا امزح معك. أوكي. انت عشت الدور على لازم تصير تفهمني. ترى اذا قلت لك الله يا اخي مؤدب، ترى انا اذا قلت لك مايكك مو شغال عارف، بس انا بعيش كل جو يعني كان يروح وكذا. انت ستنجح، عندك ريالتي، عيدك مبارك. شكله عندك ريالتي. نعم عالي. وش كلمتك؟ لا انت دائم تختم الحلقه بكلمه حلوه. وشي؟ حافظوا على قلوبكم فان ذلك يظهر على وجوهكم. الله. اطيب المنى صار لكل اسماء همنا ياخذوا المقطع. لا انا اقول اطيب المنى اطيب الامنيات. الله يا اخي جميل. والجوال والله طاح. انا قلت لك حطه هنا، خلي يلا جايك. اعطينا من من نشيدك او شعرك. عيشني يا مخرج باللقطات. خاطري ما هو بطيب ولا مرتاح بال، والعرب ما عاد لي شاف في منطوقها، أتظاهر بالسعادة وأقول الحال عال، ولا أنا ضايق ولا أخلاق طايح سوقها. أهلت الموت ما مر سامحين الجبال، أهلت الموت ما مر سامحين الرجال، كان الأحزان البليغة سلمت طروقها. سلامتك. والله صوتك عذب، والله جميل، والله جد عيشتني. انت تصلح معي للسفر، هذا لازم تسافر معي لك لوبي. اي يعني لما قلت تسافر ما في سفر، انا اخترت راح اخذ هو الشاي. لا انا تراني استمتع بحديثك حتى في السفر، لازم استمتع. لا انا اذا سافرت اخلي واحد يتكلم، العكس. استمتع بالصمت معك. شوف انا في السفر اعطيك قاعده، اذا ناسبتك تروح معي. يلا. السفر اللي في السياره يستغرق 10 ساعات، معي ممكن 13. ترى اوقف في كل محطه. سبحان الله، كل مطعم نفسك بالضبط، وعند كل الفصفص وعند كل الكافي. ابد انا كذا، ما استعجل. انا كذا جد. إيه؟ اجل تصلح لي اذا مستعجل معناها روح. انا استمتع بالسفر. اهم شيء توقف، بس يعني اوقف في كل محطه معناها ازيد الساعات. بعضهم 10 ساعات يقول لك ترى انا اقضيها في 8. ما عندي انا العكس، نفسك، لاني اوقف في كل مكان. انت رايح تستعجل، واغسل وجهي والفصفص والقهوه والعلوم وادخل. عندي كل احد الجميلين المتابعين اللطيفين اللي يمسي عليه بالخير وهو مريض، صلى الله عليه وسلم يشفيه ويعافيه، يتابعك من خلف الشاشه، محمد خالد مصلح الشدادي، اسال الله ان يشفيه، اسال الله ان يمن عليك بالشفاء يا رب. يا طيب وحبيب وعسل كذا ما شاء الله عليه، ويتابعكم الان ومستمتع باللقاء جدا. محمد بن محمد خالد مصلح الشدادي. يا حارثي. شيخ محمد يا بن مصلح، اسال الله العظيم رب العرش العظيم الذي بيده الدنيا والاخره ان يشفيك. امين. وان يسعدك. آمين. وان يصب عليك الخير صبا. آمين. وان يبدلك لحما خير من لحمك ودما خير من دمك، ان تكون الاجمل والاجد والافضل والاروع والاغلى، وان تكون في سعاده. آمين. وسرور. واحنا والله لنا ناس بامثالك، ترى
ترى يعني من الطائف يبث الأشواق هذه من الطائف. الله حيث الله. الورد الطائفي ها والمسك الطائفي في الطائف وأنا أهديت وردا طائفيا وهم الله. ورد وزهر كوردهم صح أهل الطائف جميلون كالورد الذي عندهم والورد هناك والورد في تبوك وليس كل الورد نبات بعض الورد بشر. يا سلام يا خالد أنا أبغى أسمع من الشاعر أعطيني واحدة أسافر معك 20 ساعة الله يسلمك صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا حروف بيوتي اللي مشغلتني عن غروري يا سلام الله عليك لين يا صل السلام أنت أسباب ابتهاجة وجهي وقوة حضوري وأنت أسباب احترام الناس عندي واحترامي سامحيني كثر ما عبرت عن ما في شعوري وفي خريبي والله ماني بسباي وحرامي الجوال ذا والله ماله والله أنا حرامي سامحيني كثر ما عبرت عن ما في شعوري وكثر وفي خريبي والله ماني بسباي وحرامي رحلت الأيام تجبرني أدافع عن ظهوري بين قاصيت انشغالي وبين دانيت انتظامي ليل لحقت يومي أيامي وقفتها شهوري واقف والحظ لا هو مرمي ولا هو إبرامي أنكسر فنجالي البارد وطفى الضيق نوري استكن الهم في صدري ووسم في عظامي حتى ربعي منكرين ضيقي وجفوة مروري كل ما قالوا علامة قلت أنا مدري علامة الله ما شاء والله ما شاء أنا معجب فيكما الله يرحم والديك صراحة عبد الرحمن أنا شاهدت فيك مجروحة من قبل حط لها لزقة لأنها مجروحة لكن ما شاء الله والله أنا خلاص وافقت عليكم على طول الله إحنا شوي يرفع الأذان وحبيبنا محمد المصلح سيشفى قريب بإذن الله وراح نجلس معه جلسة محمد خالد مصلح يسوي لنا أحلى جلسة ونسوي له أحلى جلسة يستاهل سيتعافى قريبا قل يا رب يا رب ولن تخيب الأذان يا شيخ المريض سيشفى والغائب سيعود والله كريم سبحانه ما يخيب عباده الله الله وأعطينا الأذان أنا أبغى الأذان بصوت الجميل هذا تؤذن هذه هناك شيخنا نعم والقبلة زي ما أنت نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته نغير جلسة بس من الجبر الرز هذا يا حي الله الشباب تفضلوا هنا متوضين متوضوا تعال يلا ننتظركم بحب لا 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 أنتم نبغاكم معانا بس توضوا تعال لا 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 احنا نخدمكم الشيخ سهر رز شيخ اصبر 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 طيب صدقني يا الاكل بانك اصبر يا حبيب اخوك لا انت رح تجهز جاهز يا اخي وجودك سعاده في حياتي قرب قرب مني انت اكل ببيشة اي نعم الله تمر الصفري وكرمكم اكبر من السد الذي عندكم
اي والله انا زرتها مكارم وطيب ما شاء الله تبارك والله يا ابطال. اجل تعرف اجل هنا انت تقول تسافر معي سوالف تروح البيشه وانت تزورني في الجزائر ونمسح ارقام بعض بعدها. لا امسح الرقم لانك ساكن في قلبي ما يحتاج رقم. يا اخي يعرف يخرج متواصل سنة. انت على طول عارف انت ضرك الله يسعدك قال عارف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك ما شاء الله. وش ذا المكان الحلو هابس هذه. اي نعم ما في مشكله شيخ ادام الحين والله. نعم انا وين انا عشان اروح هناك. طيب احنا الان رفع اذان صلاه العشاء بتوقيت مدينه الرياض الرياض العامره بالخير وانا اسميها عاصمه الجمال وعاصمه الخير ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا نذكر مشاهدينا الكرام اننا معكم عبر قناه الواقع وكذلك نذكركم بوقف الايتام وقف البر بمكه المكرمه. هذا الوقف ريعه او ريعه يذهب الى الايتام فانت تكفل يتيما في مكه في ام القرى خير البقاع واسهم في السهم الشامل اللي هو سعره 350 ريال وفي كذلك اي مبلغ يمكن ان تقدمه يعني 350 ريال هذا سهم شامل لكن اي مبلغ يمكن ان تتبرع به وان تقدمه يعني لما تاتيك مثل هذه الفرص يعني وقف ورسمي وللأيتام وفي مكة يعني اجتمعت لك كثير من الأمور تحفزك وتشجعك. مرات ترى تجي ربما تبحث أو تأتي تبحث عن فقير أو يتيم تعطيه فتحتار تقول ما أدري هذا مستحق هذا مو مستحق هذا كذا. الآن هذه يعني جهة رسمية حساباتها ظاهرة على الشاشة الآن جودوا بما تستطيعون والصدقة عم نفعها وزاد خيرها وبركتها ولا يمكن لإنسان أن يعيش من غير الصدقة. وإذا أردت أن تغلق على نفسك باب الطبيب فافتح بابك للفقير واليتيم. أحسن إلى الناس أحسن إلى اليتيم. الأرقام الحسابية الظاهرة معكم الآن على الشاشة ما تأخذ منك دقيقة واحدة تجد أنك قد ساهمت في وقف والوقف هو الصدقة الجارية التي تبقى. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أخبارك؟ يا هلا يا هلا هلا بالغالي نورت وأسعدت ما شاء الله تبارك الله. يسرني عنك نور نور. مين اللي طقم لك شيخ؟ واحد من العيال صراحة. ليش ما تطقم لحالك؟ ما أعرف ما في مشكلة بحكم أنك تتكلم مجانا الآن. الإضاءة هنا تم الله أكبر. لا لا هذه قصة والله. الإضاءة تمام مخرجنا الكبير. نعم لأن الجلسة هذه ماني حاسب الإضاءة أنا كان المخرجين في المجد أمثالك والله فعلا صدقت. قال لي وجهك منور يعني ما يحتاج الله يجرب بس أبغى الإضاءة. كان يقول عليك بحس الإضاءة يعني مرات تنتقل في مكان إذا عرفت الإضاءة ليست على وجهك ابحث عن الإضاءة. فالآن أنت الإضاءة حقنا. تسلم. بما أنك تكلم مجانا فرصة سعيدة أولا. Do you speak French؟ تتكلم فرنسي؟ لا خلاص انت حاور يلا تكلم عربي صراحه لانه ما يتكلم انا بترجم له لانه ما يتكلم فرنسي. كومون طاليفو يعني كيف حالك؟ الحمد لله اترجم له ترجم تعال ترجم شي كومون طاليفو كومون طاليفو كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله احسن. لا لا برا كلا جاتي كم عمرك؟ كم عمرك؟ 20 سنه يقول 20 تبارك الله جزاك الله خير. بونسوار يعني مساء الخير. مساء النور. هو اللي ترجم ولا انت؟ مساء الخير. انت ترجم لي. مساء كمل هلا مساء النور. يقول لك مساء النور. قول له اعتذر عن حضور الفقره تاخرت. لا 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 ما تعتذر. انت تسمع المشكله. الله يسلمك. يعني افهم ايه؟ انت افهم. واحد راح بريطانيا قالوا له ايش اغرب شيء رايته عند الانجليز؟ قال حتى اطفالهم الصغار يتكلموا انجليزي، هو يظنهم مثقفين. هو يظنهم مثقفين يحسبها كلهم عربيين الشعب كله. نورت نور نورك يا قلبي. في خلال 30 ثانيه و19 جزء من المئه عرف بنفسك. معكم اخوك محمد ال بريك الدوسري. والنعم معليك زود. الافلاج ولا الهدار ولا وادي سليل؟ وادي برك. وادي برك الله نعم نور عليك. عندي كاريزما، عندي ضحك، عندي وناسه، عندي طهبله، عندي الاعياد كلها. لا عندك ايش؟ عدها بس عندي كاريزما. خلاص اعطينا الكاريزما حقك، خليك عبد الرحمن بس توني جاي. يلا. لا الكاريزما هي الشخصية هي الأبهة العامة هذه موجودة. أنا شوف إذا نظرت فيني لا تغمز باليمين باليسار أنا قريب هنا. إي ما أعرف أغمز إلا باليمين أنا. هذه كاريزما شيخ. الثانية الضحك. الضحك ضحكني. يلا اضحك. طيب ضحكني الحين ناخذ الفقرات. يلا وبعدين وجه. أنت علي جعيدي؟ لا لا ضحكني.
طيب على الجيد واحدة من المشاهدات قالت لهم حتى نوافذ خلوها نفذني يلا 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 ضحكني. يقول لك ترى لو ما اقنعتني هذا يقنعني. اقنعني يلا اصبر اصبر. يقول يا طويل العمر يا اخي روعه شكرا جزيلا ضحكني انا انت مو داخل في ما ضحكني انا ضحك. بوقف معه الصراحه طيب. انا ضحك اقنعني انا اجبر خاطرك اقنعك بوش يلا عندك كاريزما خلاص قلنا ما شاء الله ايه الحمد لله بس كيف انت ضحكت ايه خلاص الكاريزما حبيب. ليست فقط اللبس حتى الشخصيه ان تكون قوامك ممتشقا معك تكون واقف لا تنحني اقنعني من مو بس هذه والكاريزما في الحضور والكلام بعدين راح اشوف كيف تسولف ضحكتني رغم انها هذه بس لازم نجبر خاطر بعض ايه عبد الرحمن داوم هنا على الخط نعم اسال والثالثة وش قلت كمان عنده التمثيل لا ما قلت تمثيل صراحة لا لا هذه من عندي أنا من صح عندك صراحة يعني عندي. ما تغذيت عندي يا طويل العمر وش بع أقنعني هي صح لا ما بقنعني ما قلت ما في أقنعني هو يقول تمثيل ما تقول أقنعني يا وش الفقرة اللي بعدها الفقرة اللي بعدها عنده كاريزما وجهني وجهني لا ما نقدر وجهني لا لا حقة المدير حقة المدير ما نقدر ما وجهني أعطيني نصيحة أنا بوجه طويل العمر دائما الحين في وقف دار الأيتام بيض الله وجهك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في النص الصدقة بركة تبارك في مالك نعم فأقلها أقل المسح على رأس اليتيم أجر عندك طول عمر والديك عنك عن أخوانك عن عيالك 150 ريال سهم 350 السهم الشامل صدق هذه طول عمر تبارك في حلالك تبعد عنك شر أجر عظيم عظيم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدق. أنا وكافل اليتيم كهتي فالله يجعلنا وياكم يا رب من أهل الجنة يا رب قولوا أمين مع السلامة آمين يا رب ممتاز والله يوفقنا يا رب وياكم خلاص آمين. ناجح وش اللي بعدها شفت الكاريزما كيف افلقني افلق هذه قالها العيد عيد يقول حط فقره اسمها افلقني اللي بعدها زيدنا شيء فقره كذا تقدر عليها يا طويل العمر وش في فقره شكل بصير مقدم لا عطنا فقره احنا بنشوف على حسب اليوم ترى في طبخ بنطبخ للشباب يعني طباخ امس طبخنا وش اخر طبخه طبختها في حياتك تبارك الله امس البارح انت حطيت الملح ولا ايش لا الصراحه ثلاثه تطبخ بفطح يعني انت جبت القدر ممتاز تعتبر طباخ في الحاله هذه نعم حل. لانه لما جبت القدر اي لو جبت القدر وش مطبخه صح نعم لما جبت القدر ما ضبطت اكيد نطبخ على وش نطبخ الصغير ذاك مفطح صدق لا يعني بعض الناس واحد راح يخطب قالوا له احنا ما عندنا اشكال ان شاء الله نوافق ونزوجك البنت وين عملك قال في المطار فهم قالوا هذا اكيد طيار يسافرها اي فهو يشيل شفت العجله حق الكفر الطياره يبعد عنها الحديد هذا عشان تقلع فهو شغال في الطيران وفي المطار فانت في الطبخ من اي ناحيه يا شيخ انا يطلع مساعده بسيطه بس ملح. لا تعتبر طباخ في الحاله لانه لو غاب الملح اكيد غاب القدر من ياكلها اللي يطبخ نعم هذه فقره اسمها من ياكلها كانت عندنا نعم غيث الراشد صح. من ياكلها من ياكلها نعم انت جايب اسماء فقرات ما عندك اوراق لياسمين هذا برنامج في ماسا وش اسمه ما في مشكله يا شيخ البرنامج. من اللي طقم لك الساعه قال لك تختار اللون هذا اخوي صراحه باخذه من السرقه السرقه كيف انت تسرق ما اخذه من اخوي صراحه لا سرقه بسيطه صراحه بس هذه تؤثر على البرنامج شو اسوي احنا ما نستقبل سراق انا ما اشتري ساعات هو يشتري وانا اخذ صراحه ليه كنت عامل بالربا بابا وين لا لا استغفر الله العظيم هو استعاره يستعيرها اي استعاره اكبر ولا اصغر لا اكبر مني هي تعتبر استعارة كنت معه قبل شوي يعني هو حس انه ما هو لبس ساعه بس ما درى وين انا لص خفي خذيته منه بدون ما يحس هو يحبك يعني عاده تاخذوا ملابس بعض اكيد خلاص الامور كذا طيبه يمكن هذه حقته شوي ما ادري اتوقع لا لا هذا واضح هذا لانه 3 اكس لارج تبارك الله بس ضابط عليك الحمد لله لانك كنت سمول اكيد هي انا استغربت ما اخذ لي 3 اكس لارج ما عليك خليك معي لاني انا اللي باذن الله وقع عقدك لحظه شوف الجوال توقع لي اي تعال التيشيرت لا وين لاعب انا اكيد انا نفس اللاعب انت هلال ولا النصر هلالي ترى تاثر هذا 10 نقاط راحت ليه اختار الاهلي محرز وكذا لا 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 في صالحك ما احب الاهلي صراحه كنت اهلاوي اول بعدين مهبط سحبت عليه انت تسرق ما تكذب ها؟ قول اشجع الاهلي والله انك عسل والله شخصيه جميله الله يطول يعني في الساعه عادي اخذتها بس هذه عنك اقول لك تشجع الاهلي ما رضيت لا صراحه ماني بهلاوي انا هلالي لا لا امزح معك انا سجعت كل فرق سجع هذا عشان تنقذ نفسك سجعت كريستيانو شجع كريستيانو شجع مع النصر شجع النصر كان شجع لا ما كنت جامع النصر بس ما سجعت طيب ايش باقي عندك موهبه كمان غير الطبخ اشجعك يا لان الطبخ اقنعني صراحه انه طباخ جاب القدر والملح وجبت الملح بس لا تكثر ملح والله امس كثرنا شوي في الملح كثرت صح ارتفع الضغط مع الشباب شوي سويتها هذه ارفع ضغطي نعم فقره ناجحه انا متعمدها نعم. ارفع ضغطي انا معجب شخصيتك نص عيال امس زعلوا مني ما ادري السبب والنص الثاني لا ما تعشوا زين هذا زي اللي قالهم عندي معلومه
ومعلومتين، واحدة أحفظها أنا وواحد صاحبي. قالوا له تفضل، قال الأولى نسيها عكرمة والثانية نسيتها أنا، فراحوا المعلومات كلها. راشد وترتني في صوت الضحكة. إيه هذه اسمها وترني. وترني عند أبو راشد. إيه لسه ما فقرة موجودة عندنا بس مخفية. مخفية؟ أنت تدري ولا فقرة حضرتها؟ تعال لك لوبي تعال. كل اللي حضرته وجهك، تعال سياف. خلي سياف يعلمك السالفة اللي صارت أمس. صار. لا علمهم. سياف إيش رأيك في طبخ الرجال؟ أسألك بالله أمس. هو ساهم في الطبخ؟ الطبخ اللي أمس. الكرك اللي زينه. ترى لا الكرك أنت زينه أطبخ بيض بعد. العيال كلهم ترى شاركوا في الطبخ. كرك لا لا ما شاء الله. كرك ما دقت. في ذمتك. ما دقت بس. مصلح ثاني اليوم. مصلح ثاني اليوم. بتشوفه. مصلح ثاني اليوم. أنت وش تطبخ عادة؟ إيش في شيء أنت ناجح فيه؟ إيش بلاك؟ لأنه الصوت تعذب تبارك الله. يجعلها دائما تنظر الضحكة. آمين يا رب. الصوت أنا عجبني بس أقنعني في الحاجات الثانية. تطبخ أنت؟ كوباية. كوباية شاي. لا معليش كوباية حلوة. والله صاير يذب ما شاء الله تبارك الله. جزائري صح؟ اي نعم. كوباية عندكم؟ بس انا فاهمك حتى بالجزائر هذه لغة عربية عندكم. لا نتكلم اول فرنسي بس. يعني كوب شاي. كوب شاي. وش الفرق بين الكوب والكأس؟ يلا. الكوب والكأس؟ الكأس حين يكون فارغا والكوب حين يكون مليئا. وش الفرق بين المائدة والخوان؟ المائدة عليها طعام والخوان ما عليها. انت تسأل الجواب. عش جلسة لأن أنقذك لأني لو خلي يلا أعطيك سؤال ما أجا أنا أموت في الشخصية ده. عادي أنا جيت أساعدك عشان تسجل لك نقاط ومسوي لي فيها الدوام. الآن أسألك يلا إذا جيت تحرك الشاي يحرك من اليمين ولا اليسار ولماذا؟ تفضل. ما تحبون اللي يساعدكم؟ عندي إجابة. دقيقة اللي يحرك الشاي إيش؟ نعم الآن أنا عندي ملعقة سكر أحركها يمين ولا يسار؟ حرك كيفك يعني لازم يحرك. لا 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 صراحة غلطة. قول لي ساعدني. ساعدني. إجابتك كانت صحيحة. ليش محتاج مساعدتي؟ يا سلام عليك. برافو عليك. خطأ كلكم. لازم تكون عندك ثقة في الله أولا ثم في نفسك. لا تخاف. مو أي واحد يضغطك تتراجع على الإجابة. أنا ارتحت لك. وأنا والله مرتاح. والله أني ارتحت لك. الله يسعدك. متنسان. الوالدة تابعك؟ إي نعم. أسأل الله أن يرضى عنها رضا الله سخط بعدها. وأنا أفرح والله بالأمهات. ترى رأس مالنا من الدنيا دعواتهم وأمسهم وطيبهم وأن يكونوا سعداء. إي والله. سلم عليها ما دام تكلم مجانا. الله يمسيك بالخير يا بنت فايز. والله عسى الله يوفقنا ويوفقك ودعواتك وابشري بساعدك ان شاء الله. انا دخلت انا بيض وجيهكم وانت وابوي. انت مبيض من الحين. يشفي ابوي ان شاء الله. امين. اسال الله ان يشفيه. الوالد الكريم وش اسمه؟ علي. علي اسال الله ان يشفي علي والدك الغالي وعمنا الكريم. ابو علي. ابو علي انت كمان ابو علي شفاء لا يغادر سقما. اسال الله يشفيه ان شاء الله. الوالد تابعك الحين ولا رحت للخاله ام سعد؟ لا تابعتني الحين. بس ممكن رحت للحاره ترى عند ام سعد ما عزمتها ما قالت لك الجوال. لا خلاص سلم عليها هي والخاله ام سعد. عندك خاله ام سعد ولا من راسي؟ سلم عليك يا ام عبد الله. الله يجعل ربي يطول عمرك ويخليك لنا. امين. ويبارك لنا يا رب في حياتنا ويجعل يا ربي يا ما يخلينا من سرب مع ذا اليوم. وامهات الجميع يا رب يا رب. والله انكم منورين. والله الله يطول عمرك. تعالوا داوموا معي هناك. تعال شيخ عبد الرحمن نمشي. تعال عبد الرحمن. عبد الرحمن لازم يجي معنا شيخ عبد الرحمن. لا راح يغير لكم جلسه. هذه الجلسه ما جلست فيها صح؟ اي والله. شوف الله بس راح نجلس كذا عند قهوه. والله راح هناك عند قهوه هناك هناك زين ما في مشكله شيخ. والله الدوسري انا حبيت الكاريزما حقتي ولا ما حبيت؟ يبي لها بعض الترصيص بس ناجحه بالعموم الحمد لله. يعني من الناحيه العامه انت رائع الحمد لله. من الناحيه الخاصه يبي لك ترصيص. امزح معاك. ترصيص شلون يعني؟ الله يسعدك. يعني ضبط اعدادات. اه حلو. في احد لعب لك في الاعدادات قبل ما تدخل؟ اعدادات وش؟ المخ. لا الصراحه. لانه اعداداتك ناجحه تبارك الله. قبل ادخل قال طقمكم زين. هذا يبغى يلعب على نفسيته. هذا يسمى اللعب في الاعدادات، لا تخلي احد يلعب في نفسيته. شوف شال ذي ويصبقها. انتظر منه. نعم هذا واضح، وانا بعد ما العب عليه في الاعدادات ما ادري يمسك من عند ولا عند، حتى انا ما ادري مين لعب في اعدادات. جاي عندي تبيني اصب لك خليت حقته ليه؟ تفضلوا شباب ارتاحوا. استريحوا. الله يحفظكم. اللهم امين. ومن يقول يا رب العالمين. الاكلوبي لبيك. انا عجبني اسلوبك. ما عندك قصيده كذا في العطاء او الصدقه او كلام؟ نبغى تعطينا كلام عن الوقف. الوقف اول شيء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الصدقه تطفي غضب الله. احسن. وتحميك من مصايب الدنيا. الله أكبر. أنت ما تدري تمشي في ذا الدنيا ولا تدري إيش الله كاتب لك، أما خير ولا شر. صحيح؟ صح. يمكن الشر هذا يبعده الله منك بسبب إيش؟ صدقة. 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 يمكنني أنا ماشي اليوم تصدقت والله كاتب لي إني أصل. فيدفع الله البلاء. يرفع الله عنك هذا البلاء. بسم الله. أو هذا
بسيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندي بإذن الله يا طويل العمر تفاؤل أن الوقف بيتقفل بإذن الله قبل انتهاء التصفيات هذه. يا رب يا رب يا رب مع ذا اليوم. أهل خير واجد إن شاء الله. وكم خلص من الوقف؟ شوف غالبا لا يوجد وقف لا يكتمل. لكن هو بيكتمل بإذن الله بس. لا يوجد وقف ما اكتمل، أغلب الأوقاف بإذن الله تكتمل، لكن ما نصيبك في هذا الوقف؟ يعني أين أنت من العطاء؟ أين أنت من الخير؟ وإلا أبواب الخير إن لم تسدها أنت سيسدها غيرك. أي والله. تلقى واحد يتيم، أرملة، مريض، محتاج، ستقضى حاجته، لكن هل سيجعلك الله سببا لقضاء حاجته وتكون سبب أن ينفس الله بك الكرب؟ هذا السؤال. يحكي لي زميلنا الشيخ الدكتور محمد عيسى في الجزائر، قال لي مرة كان واحد في عيادة ويسمع واحد يكلم الاستقبال كأنه فهم من كلامه أنه ما عنده المبلغ الكافي للعملية، هذا فقط يسمع، مو أحد جاء كلمه أو كذا. راح الاستقبال قال ممكن أعرف إيش الموضوع؟ قال والله هذا فقط ناقصه المبلغ وكذا. قال المبلغ الذي ينقصه كله عندي. هذا توفيق، هذه مراتب عالية. مو شرط حتى أنه صح أنه إذا قصدك الناس وخدمت هذه نعمة، ولكن وينك من المبادرة؟ هذا فقط سمع كأنه الكلام بحاجة إلى مساعدة، قال عندي، قال عملية فلان خلاص يعني خلص الرجال، لا يبقى في ألمه وتعبه. ظن أنك بعد ما تخفف الألم عن الناس سواء كان حسي أو معنوي أن الله يخيبك؟ لا والله، لا والله. كل الذين أحسنوا أرضاهم الله، لكن لا تستعجل النتائج، لأنك تتعامل مع الله يعطيك في الوقت المناسب. مناسب. يعطيك في الوقت المناسب. المناسب. ابنك اليوم لو عمره 5 سنوات هو صغير، صح يتمنى سيارة كبيرة، لكن أنت أبوه تعرف مصلحته، هل تعطيه سيارة يقتل بها الناس ويصدم بها الجدار؟ ولله المثل الأعلى. أنت صح تريد حاجات لكن قد تصدم وتصدم بها، فليس هذا وقتها. في سورة الكهف السفينة خرقت، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الخضر يعني موسى عليه السلام ما عرف علة فعل الخضر، أنت تخرق سفينة هذا فعل خطأ. وشوف حتى ما قال أخرقتها لتغرقنا، قال أخرقتها لتغرق أهلها. المؤمن والأنبياء ما يهمهم أنفسهم فقط، قال لتغرق أهلها، يهموني الناس ألا يغرقوا. ثم بعدها لما بين له العلة أنه لما خرقتها ما تؤخذ، فهم كذلك ما تراه خرقا في سفينة أيامك وحياتك سيجعل الله فيه نجاتك. عز الله. الخروقات هذه اللي تأتيك يعني مرات يجب أن تتعطل، كان مفروض تخرج 8 وتأخرت، أنت تفعل الأسباب لتخرج في الوقت ما تدري. ترى مو شرط تعرف أنه وقع حادث، بعض الناس يحكي يقول مفروض أطلع 8 بعدها لقيتها، لا مو شرط تدري. الله يحفظك بجنود تراها أو لم تراها، وجنودا لم تروها، في أشياء يحفظ بها العبد مو شرط ترى. صح. يعني بعض الناس مثال يظلمه أحد، لا يشترط أن ترى هلاك من ظلمك، لكن الله كفاه عنك وحسابه على ربه لأنه ربه، لكن ما يشترط أنك ترى أنه أمامك سقط مصروعا أو قالوا لك ترى أصيب بسرطان، لا هو هلك بأي طريقة، هذه ليست لك، وأنت المهم أن يكفى الشر. كيف ليست لك؟ لذلك اللهم اكفنيهم بما شئت. صح. يعني إذا واحد يبغى يظلمك لا تخاف، لن يفعل البشر شيئا في كون الله، لأنه كونه وملكه وسلطانه، لن يقع في الكون إلا ما أراد الله. صح. ولو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا متعاونين لم يصلوا إليك بأذى إلا بشيء قد كتبه الله. صح. فإذا لم يأذن الله والله لو اجتمعوا بخيلهم ورجلهم. صحيح. ما فعلوا شيئا. إبراهيم يقذف في النار تفك عنه الحبال فقط، لأن النار اشتعلت بأمر الله وتنطفئ بأمر الله، وكان الله قادرا على أن لا يصل إبراهيم إلى النار أصلا، لكن يا إبراهيم ستراها لكن لن تؤذيك. بعض الآلام قد تراها لكن ما تضرك، لن تعطل حياتك، ليبقى قلبك معلقا بربك. تفضل. الله يسعدك. الله يجزاك خير. أنا قهوة يا شيخ. في العافية. صحيح. يوم تقول شو اسمه يمكن الله شوف الوقت المناسب، يمكن تبغى الشيء هذا وانت يمكن ضرر عليك. والله يعلم وانتم لا تعلم. نعم. دحين الطفل صغير ولده يمنع ابوه يمنع منه شيء يعني يضره،
والولد هو نفسه فيه. صح نفسه فيه. نفسه في هذا الشيء يمنع عليه عشان يضر. أدرى مصلحته. الله سبحانه وتعالى ما يمنعك من شيء إلا هو. أسلم لبيك. يبرر لك. يقول ان على المصلحه اي الله ادري مصلحه الشخص احب كلامكم ممكن انا طول عمر اتمنى الشيء ذا وانا في حاجه الوقت ذا الوقت ذا ابي اليوم قبل بكره الله سبحانه وتعالى اخر لي في خيره يمكن بعد يمكن 5 سنين 3 سنين 4 سنين ياتيك في وقته ياتيني في وقت مناسب اكثر من الوقت اللي انا به ذا كلام جميل فالخير عند الله انت عليك بالدعاء وكل امرك لله وامشي في حياتك اللي يصير يصير كلام عظيم امرك لله خلاص لا تلتفت لا يمين ولا يسار امشي ده دربك خبر امشي خلاص لا توقف يا زين كلام هدافك انت اجمل واحد في اسرتك شيخ لبيك انت اجمل واحد في الاسره ولا في غيرك من هم اخواني اي كلنا صراحه ما بيسقط عليك انت تداوم بالجماعه كذا وين يعني مدخل اخوانك كلهم واحد ماخذ منه ساعه واحد يقول انه جميل زيك اهم شيء ما شاء الله تبارك الله اعطيهم كلام سلبي كلهم الله يسعدك والله اسلم فالواحد يتكل على الله إذا اتكل على الله خلاص أنجاه وأعطاه إيه خلاص يسعى لأهدافه يسعى لتحقيق طموحاته يسعى لأي شيء يبي لو كنت أنت الحين لو يجيك واحد دق عليك قال لك أبو فلان خلاص شغلتك بنجزها بس سوي الذي الفلانية بتسويها وأنت واثق فكيف لو وكلت أمرك لله وتبي تسوي خلاص دربك تبي تمشي على خطواتك كلام جميل تبيه. والله والله العظيم تتيسر أمورك كلها دعوات الله حافظ على صلواتك معوذاتك والديك والكلام الطيب خلاص ما عاد بقى شيء في الحياة تبي يقولون إذا تعثرت في الحياة فلا تقل يا آه قل يا الله يا الله آه تجدد الأوجاع فيك عز الله يا الله تزيل الأوجاع منك أشهد بالله تقول يا الله دائم أشهد بالله ولو اطلعت في الغيب لما اخترت إلا ما اختاره الله لك الله إبراهيم عليه السلام يوم تقول أنت يوم رموه في النار إبراهيم يأتيه سبب يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئته 600 جناح بهيئته جبريل عشان ناخذ بس وصف بسيط منه أهلك سبع قرى بقرية سبع قرى بطرف جناح سبحان الله يأتي فيقول يا إبراهيم لك حاجة تبي شيء فيراه إبراهيم ترى يقولون هذا الكلام الآن وإبراهيم يرمى بالنار هل هو يرمى يعني لحظة قال لحظة ثواني قال منك لا من الله نعم حسبي الله ونعم الوكيل النتيجة قلنا يا نار كوني وبردا وسلاما على إبراهيم الله هذا المعنى الجميل ترى مهما كان الإنسان بعض الناس يفهم أو يحط في باله أنه هذه أمور الدعاء والخير والصدقة ما يتحدث عنها إلا فئة معينة لا الإسلام بالكل مهما حتى لو كان عندك تقصير حتى لو أنت تخطئ الليل والنهار يكفي أنك يجب أنك تجعل هذا ديدنك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي وجاءه جبريل قال هذا أخي ملك الجبال يعني أنت أمام فرصة عظيمة في أن يطبق عليهم الجبلين ويهلك كل الذين عادوك سلام الحب هلا بالغالي نورت كيف الحال؟ إيش حالك؟ هلا بشاعرنا هلا بالغالي نورت الله يسعدك واحد إيش حالك؟ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم أمام فرصة تاريخية في أنه الآن جبريل عليه السلام يقول له هذا أخي ملك الجبال لو شئت أو لو شئت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا مكلف بهذه أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين لا فعلت قال لا كلا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا يا كلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه اللهم صل وسلم لم يغضب لشيء أبدا متعلق به شخصيا أي شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يعطيه يأتيه الأعرابي يجذب بطرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته الشريفة قال أعطني من مال الله لا من مال أمك ولا أبيك تخيل لغة الخطاب لو واحد عندنا واحد يقول لك كذا إيش تسوي كذا وتحطه في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الصحابة استغربوا هذا رسول الله تخاطبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم بما أنهم يريدوا الدنيا سأعطيكم لكن أسلموا أنا أريد لكم النجاة ما أريد منكم الدنيا فهذا المعنى في إبراهيم أما منك فلا وأما من الله فنعم وبعدها خرج من عكرمة بن أبي جهل عكرمة ابن أبو جهل عكرمة صحابي جليل أخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا عكرمة كانوا في البحر سبب إسلامه فاضطربت الأمواج دائما يقول لك حتى اللي يقول أنا ملحد وكذا ترى أول ما يجي عرق النسا والألم الشديد وألم الأذن
سيبحث عن ملجأ أقوى، وهو هو في فطرته ما في، لكنه الله الأقوى منك، الله أكبر من كل شيء. فعكرمة لما اضطربت الأمواج قال أحدهم لا ينجينا إلا الإخلاص، يعني التوحيد الإسلام، ولا ينجيك إلا الله، يعني أن تكون مخلصا لله. هنا اليوم ستنجو لما تدعو الله مخلصا، دعوا الله مخلصين له الدين، له الدين. فقال عكرمة، شوف العقل لما يكون سليم، قال إذا كان لا ينجينا في البحر إلا الله فلا ينجينا في البر غيره. سبحانه، أنتم تقولوا هذه الأهوال ما ينجي منها إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. يعني الله أقوى منا وأقدر وأكبر. مدام في البحر لما تضطرب نقول يا الله، حتى المريض تلقاه غافل والله عز وجل يقبل. بعض الناس يقول صح، لا تذهب فقط إلى الله وقت الاضطرار، يعني لا تجعل حياتك فقط طوارئ، اجعل الدعاء سجية، بس إذا اضطررت ادعو. لا تقول أنا والله لأني كنت مفرط اليوم أستحي من الله. صح. تستحي مني أنا، لكن لا تستحي من الله، لأنه يعطي وأنت عبده، يعلم ضعفك. حتى لو كنت خارج من خطأ واحتجت إلى ربك وستحتاج، قل يا رب يا رب. إيه، ما لك غنى عن الله. يعني لما هل لأنك كنت في خطأ، إلى أين ستذهب؟ الأرض أرضه، الملك ملكه، السماء سماء، والأرض أرضه. فأنت بحاجة إلى ربك في كل أحيانك. فلا تقول لي أنا والله عندي ذنوب. إذا كان اللي عنده ذنوب ما يدعو، فما اللي للمفرطين أمثالنا؟ إذا كان فقط ما يدعو إلا الأنبياء لأنهم أنقياء، فإذا جن نحن اللي نخطئ كيف؟ لا، ما لنا إلا الله. فكونك يعني تعرف هذه المعاني في حياتك، أنك لما تسقط الملحد يجي يقول لك وأنا ملحد وما في إله، أول ما يجيه ألم يا الله مون ديو اون فرونسي، يعني هو سيبحث وسيعلم أنه هو في قوة أكبر منه، مثل استدلال عكرمة. فمعرفة أو حاجة الناس إلى ربهم ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، أكثر من حاجتك للهواء وللطعام وللشراب، لأنه ما تتنفس الهواء هذا يخرج قادر ما يعود، لكن بأمر الله خرج وعاد. سبحان الله، ترى فعلا هي كلها لحظات في جملة بدون ما تحس. نعم أحسن، بدون تعب. جملة كذا حلوة وتحفظ، بس إنها إذا تحفظ خذ معناها. يقول شوف، كن مع الله كما يريد، سلام، يكن معك فوق ما تريد. الله، كلام جميل. واحد ثاني، أنا أذكر مرة لقيت واحد كاتب على قزاز سيارته عبارة كذا وراء، لا أحسب أني بحط، طلع ما شاء الله تبارك الله، كاتب من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. الله سلام، كلمات لكنها لها معاني عظيمة. مثل اللي يقول عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله. الله، نعم، هذا ترى كلام لابن القيم، إن كان ممكن بمعنى كلامك جدا جميل. يعني تحسن إلى الناس يحسن الله إليك، ما راح تكون أكرم من الله، تعفو يعفو. أما أنك تريد تأخذ حقوقك كاملة من الناس، سلام وبركاته، ما شاء الله، كلامك تبارك جميل الله. ونبغى منك قصير. كل يوم نشوف واحد جميل، يا مرحبا، اسم الكريم إبراهيم عوان، ونعم والنعم. هلا بشيء صحتي، جوالك والله، جوالي هلا أكثر بعدك تحسب، لأنه رآك فهابك. الله يسعدك، نورت، رضي الله عنك، يفداك والله يا شيخ، والله فعلا يتزحلق، يبي له كفر. ذكرني اشتري لك جراب الفقره الجايه. الله يسعدك حاضر، ابشر. تسلم، يظن اني اقول له لا وشكرا، حاضر ابشر والله لا بنيه لا والله اني امزح والله يجيب لك الله يعني شاء الله. 15 برو ماكس ازرق، ايوه 500 تيرا مدري كم، والله ما هذه ظروف يا شيخ. الله يسعدك، هلا بالحبيب، الله يسلمك، نورت والله، نورك طال عمرك، سعداء بك الله، وانا اسعد والله، الله يبارك فيك. احنا الشباب دائما اذا جانا واحد منور كذا ويسعد نقول له معك دقيقة يعرفنا ويعرف المشاهدين. شخصية جميلة، شوف، نعم، الذين انضموا الينا هذه اللحظة. إيه، بما انك شخصية جميلة، صوت جميل، اوه، يعني منشد ولا شاعر؟ لا شاعر كثرة، لا منشد. عرفنا بنفسك شيخنا في دقيقة و30 ثانية. ابراهيم عواد الظفيري، ونعم، مالك سعود، من محافظة حفر الباطن، ونعم الظفيري، نعم، ونعم، مالك سعود ابن عمك اللي متزوج امس، خالد، اي خالد البوضان ظفيري، اي نعم، الله الله، ولد عمك، اي نعم، ونعم. اذا بعطيك اسرار بس بعد تحت اللايف، لانك يعني كان في برنامج سابق وعارف عن كل شيء يا حبيبي. يعني انا اذكر سرق كل ما في البرنامج، درجة انه سرق مدير القناة، دورنا لقينا في الصندوق حقه. لذلك يا ابراهيم، لا الظهر ما يسرقون، لا لا، خالد اقصد، ولكنه سرق قلوبنا يا حبيبي، والله ننحب، حلو ما شاء الله. شوف، لذلك يا ابراهيم، اذا لقيت واحد سينقل لك عن غيره فانت خاف على نفسك، لانه بعدين سير يحكي في البرنامج القادم كاريزما أربعة عنك، يمكن، فلا تقبل منه. لا لا، الله يسعدك، نحبه والله، سرق قلوبنا بمحبته، الله يرفع قدره. تسمعنا نشيد ولا بعد شوي؟ كيف لا، سمعنا
اكتب بعد شوي ولا خله بعد شوي؟ لا انا ابغى اسمع صوتك. طيب. يلا والله ما كل شيء قلته عادي احنا ما سمعنا. تغني انت وسالم سلطان اللي غنيته امس. جاهزه؟ خذ راحتك. يا لا لا اعطيك انا ارضيه. يعطني ارضيه. يلا داومت انا زيده. واشرفت راسا طويله والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها يا عيني وين القرايب وين الخياني وين الديار العزيزة طالي ما مشاها وجدي لربعي ووجدي من طاح ضمياني خلوه ربعه ودموعه تنزف دماها ولا العجوز الضريرة ما لها عاني تبكي ولدها نهار الكون خلاها. ما شاء الله تبارك الله. والله صح منطوق. أصواتكم عذبة ورائعة. الله يجزاك. ما شاء الله تبارك الله. يا حظ حفر الباطن فيك. الله يجزاك. أنا جئتها. الساعة مباركة والله. وبدل الذبيحة ذبيحتين. الله يجزاك. أهل كرم والله ما شاء الله. تستاهل والله. الله يسعدك يا رب. تستاهل قعدان يا أبو. إي والله. الله يعلي شانك ويحفظكم. بعد صلاة إن شاء الله نكمل معكم ونبغى نسمع منك ومن الشاعر ومن حبيبي أبشر. الدوسري. أنا جيتكم هناك. وادي الدواسر. إي. مرحبا بك ترحيب. زواج كان حبيبنا خالد الدوسري. فالمرة الجاية نجيك أنت. زواج قريب شيء بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. عسى قريب بس سنة سنتين إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. يعني الحين تداوم في البرنامج بعدين تتزوج. أي بإذن الله. ترى عندك لا تنسى عندك كورة 180,000 تسام. عيد شيء ما فهمت هذه. أي سالفة علمت أبو راشد. لا لا أتعلم أبو راشد يقول كل شيء. أنا مريت العمر أبي أحضر مباراة مو بمباراة تقديم لاعب كريستيانو شفتها طول العمر ولا لقيت تذكرة. ورحت الملعب كذا بدون تذكر والشباب دخلوا واجي عند البوابه لين واحد دخلني عاد قال خلاص ادخل. المهم دخلت وخلص التقديم واللاعب يمر اول مره كريستيانو يجي في السعوديه ومع النصر قاعد يشوت كور موقع عليها وطارت كوره واحده وجت عندي شاتها بالغلط وطاحت عندنا. يعني انت سارق ساعه اخوك والكره؟ لا الكره هو حذف علي. لا انا حتى افهم. لا الكره حذف علي. والكره اذا حذفت كنت تؤخذ؟ اكيد تؤخذ هو موصيها كذا من بيت. لا لا هذا عرف محمد دوسري وينه؟ أيه. لا بالنظام ما تؤخذ. اي قال هو محمد دوسري هو يتكلم على احتفال. انا هذه الطريقه ستؤخذ اللي تصله. اي ياخذها احتفال. الكره الى الان معك؟ معي. ممكن ما تجيبها؟ ما هي في البيت حتى مقفل. لا انا قلت لك ما تجيبها عشان ما تكسر اللمبات. انا قلت لك جيبها. مستحيل العب فيها اصلا. تدري كم سامت مني؟ كم سيمت؟ 180,000 عشان فيها توقيع اسمه كريستيانو 180. هذه جاني واحد قال تدخل المزادات توصل مليون. قلت شكلي بسحب على البرنامج واخذ المليون. شكلك ناوي كذا انت اذا جت مليون. ايه يمكن اعطيك مليون تدخلون الكوره. ايه يلا بسم الله صلينا شباب في مكان لا يعلم فيه الا الله. بعد ما نكمل نسولف باذن الله. بسم الله توكلنا على الله. لانه في واحد شكله عزمني على العشاء ما تاخر عليه. الاستاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا وغلا. هلا هلا بالغالي. هلا والله غلا يا مرحبا. هلا بالحربي. هلا بن عمي. هلا بن عمي. هلا بربعي وهلي. الله يطول عمرك ارفع قدرك. انت من حروف القصيم ولا المدينه؟ لا ميكس. ما في مشكله شيخ. نعم. كيف ميكس زون هذه فقره يقدمها الاسلمي بعدين. لا انا من حروب القصيم والنعم وعيال عمي من حروب المدينه. والله انا ما رايته حربيا الا رايته نبيلا. الله يرفع قدرك. عظيمه. الله شوف عندي قدرك. واحد من اغلى الرجال حربي. انت تقرا بنفسك ايش مسميها؟ انت اللي تقرا. ايه اقرا اسمه عادي. ايه عادي عادي. الغالي فهد. الله يرفع قدرك. لا اقرا الاسم. الغالي فهد الحربي. نوجه له التحيه استاذ فهد الحربي. وش مسميه؟ فهد الحربي. وحاط له الغالي. ايه وقلبه لانه مهذب وكريم.
قلبه نعناع. احسن لانه كريم مثلك ونبي. الله يرفع قدرك يا عزك. انا مفتون بحب الحروب. ما حبيت للي يحبك والله ما عزيت للي يعزك باذن واحد احد. يا مرحب. ادخل على الله فارق عيوني. هلا بشاعرنا. الله يحفظك. هذا الشباب سلم وجهك. هلا وغلا. يا مرحب. يلا جاهزين للصلاة؟ هلا. يا مرحبا. يا مرحبا. هلا ايش هذا الشيء؟ والله ما شاء الله حفلت الحالات ودعوات. الله يجعل ربي يطول عمرك ما قدرك. انت لازمك في البيت مجلس كبير تستقبل فيه الضيوف. ابشر والله بسعدك. لانك مرحباني ما شاء الله. ابشر والله بسعدك. الله يسعدك. هلا هلا بالزين. يا هلا بالغالي. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يسعدك. الله يسعدك. نور والله ايش هذه الا الحلاوه. الله يسعدك. يلا شباب. يلا صلي. اقم الصلاه. بس هذه خليها هناك. اخره. الله يرضى عنك. الله يجزاك الجنة. يا هلا بالشباب. الله حفر البعض بعد حي. بشرنا على الوالده. ابشرك. والوالد. ابشرك عنهم في ابها. ما شاء الله. راحوا لابها وفي ذا البراد والله يجعل ربي يطول اعمارهم ويخليهم لنا ويطول اعمار والد الجميع. كيف الطبخه امس؟ ما نقصها الا انت. والله انا والله مشيت انا بدري. ما هي فنانه؟ ما هي بالطبخه ما هي فنانه؟ الا اللي فوق الهنا ما شاء الله. اي والله ما شاء الله. يا مرحبا والله ومسهلا. يا هلا. جميل جميل ما شاء الله تبارك الله. نحب يلا حي. كيف انت عساك؟ طيب كيف صحتك؟ دامت صحتك ما شاء الله تبارك الله. الله يحيي. اي انا جام خلص. الله يكتب اجرك. والله فاتتني فقره. لا لا نايم والله. ابشر بالعوض. الله بكره نجيك باذن الله. بكره باذن الله اني معك. بكره ان شاء الله نجيك. والله اني قايل لك قلت فقره الشيخ نلحق عليها قال نومه. اعذري. محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ما والله ما يحتاج شباب والله ما يحتاج. اسمع اسمع يا طيبك هذه كلها حق تمام يا اخي. الله يجزاك اخي بطل والله يا رجل. الله يحفظك. كلهم والله